عندنا قد يكون الامتحان بتاعنا بيتغير، يعني ممكن تدخل الوحده بتاعتك تجيب لك حد patient عنده كاتراك وليكن ويستعمله باكثر من طريق، يعني هو حد هيبقى في راسك ويقول لك وريني هاو تو دو مثلا اللي بيت اكسكرشن ده، هاو تو اسس النادل اوف ذا ابر ايليد او تو اسس فورتوزس او دو ام ار دي مارشال ريفلكس ديستنس. كويس، بعد ما تخلص التكنيك وانا واقف في راسك اقول لك طب قول لي اللينس بتاعته فيها ايه بالمره. يبقى انا استعملت نفس البني ادم النوعين الامتحان هاو تو اسس الساين وسبوت دايجنوست. وقد يكون الموضوع مش كده، امتحن على حد طلع عليه الساين، طبعا التاست اللي هتعمله سيادتك هتعمله ولا مش التكنيك، انت بتعمل التكنيك مظبوط ولا مش بتطلع نتيجه سيادتك، انت بتطلع بتوريني الطريقه اللي بتعمل بيها التاست. طيب لو حد عايز يصور قول لنا ونخلي يعني نستعرضك نصور، هو كده كده مش هنمسح البورد يعني. لا ما انت طيب. المهم هو نفس الكلام الموجود عندكم على فكره كمان في الورق يعني. طيب الورق ده بالمناسبه اللي عامله كان اسره كده موجوده لسه ورقه ثانيه ده التيم، عشان بس مش انا اللي عامله، الدكتور هنيدي بتفضل اصحابه يعني. والحاجه الثانيه ان في الحاجات هتغيروها او تزودوها في الورق، بس ده عشان عندك فريم وورك كلام مكتوب ما تقعدش تكتب كل كلمه ورايا. فاذا هتعدل حاجات بسيطه جدا في الورق ده، الورق ده هو المرجعيه بتاعتك قبل الامتحان. طيب الحاجه المهمه كمان ده بقول لك ان الامتحان ممكن يمشي كالاتي، تمتحن على بني ادم نورمال، قد يكون حد شغال معانا في القسم في الوحده، قد يكون مرافق بيشنت ما عندوش حاجه اقول لك وريني ازاي تعمل التست الفلانيه، ممكن اكتر من تست على فكره، مش لازم تمتحن على تست واحد تكنيك واحد يعني. وبعد كده تعدي على ستيشنز على بيشنت ثلاثه او اربعه او خمسه على حسب الحالات متوفره ولا لا، فاذا ممكن يبقى ده منفصل عن البيشنت. هنا زي ما اتفقنا احنا الارجوين بتتزل التكنيك والانتريشن بتعمله صح ولا لا. وهنا طبعا انت مش مطلوب منك تقعد تحكي انت بتعمل ايه، يعني انت بدات تعمل، انا طلب منك قدامي اعمل تيست الفلاني، فانت هتبدا تعمله قدامي. لو انا عايز اوقفك اسالك انت بتعمل ده ليه، انا هسالك عادي انت لازم تجاوب، لكن انت مش محتاج تقعد تشرح انت بتعمل ايه، انت بتوريني على طول مسكتك للتوش وقفتك قدام البيشنت انت بتنور على ايه، هل في حاجات معينه بتعملها بايدك، ده في بعض التاس هنشوف دلوقتي تعمل مسطرة ولا لا، الكلام ده انا بقيمه انت بتعمل مظبوط ولا لا. طيب تعالوا نبدا كده من اول الايدز، وهنا الحقيقه صعب قوي قوي يسالك كده هاو تو اكزامن اوريني دو اكزامينشن اوف ايدز وسيبك، ده كده سؤال طويل قوي ويعني كلام كتير جدا هيتقال في النص. لكن لو نفترض جدلا ده اللي حصل، الايدز اول ميثود اوف اكزامينشن لازم انسبكشن الاول، وانت عايز تنسبكت ايه؟ الاول السرفس، يعني اذا سطح الايلت هشوف وارم ولا مش وارم، في سوالينجز يعني ولا لا، والسوالينج ده ديفيوز ولا لوكالايز، ما فيش ورم، عايز اشوف ساينز فور تروما، في كات ووند ولا فيش كات ووند، ساينز اوف انفلاميشن، في هايبرميك سكين ولا مش هايبرميك في السكين. طيب دي الحاجات اللي اشوفها على الليت سيرفس مش كده؟ اذا كان السكين ريداندنت ولا لا، ده اسمه ايه ريداندنت سكين ده؟ درماتوكاليسيز. فاذا لو لقيت السكين كويس مفيش درماتوكاليسيز يعني مفيش كات ووند مفيش ساينز اوف تروما مفيش سبكتينس هامرج كمان مثلا مفيش ساينز اوف انفلاميشن كله تمام، تبدا تبص على مين بعد كده بالدور على طول الليد مارجن، عايز تشوفه الليد مارجن بتاعي مظبوط ولا مقلوب لجوه او لبره، يعني انتروبيون او اكتروبيون، وقد يكون مش مقلوب لكن الرموش فقط هي اللي مقلوبه، ده اسمه ايه ده؟ لو الرموش مقلوبه على حسب عددها مش كده، لو واحد او اثنين او ثلاثه يبقى اسمه رقم لا اكتر يبقى اسمه مش كده. وبعد كده بعد ما تقيم الليد مارجن انت كمان عايز تقيم البوزيشن بتاع الابر ايليد واللور ايليد بالنسبه للعين، اذا كان في ليد ريتراكشن اذا كان في توزس ولا لا، ده بالترتيب ده المنطق ده لو انت بالانسبكشن. وطبعا لو لقيت ليجن شفته بعينك يو هاف تو بالبيت ات، في سوالنج يعني مثلا لازم تروح تمسكه تحسه ايدك تشوفه الكونسيستنس بتاعه فيرم ولا سوفت ولا هارد، ولازم تشوف اذا كان تندر ولا نوت تندر مش كده؟ اذا ده لو كان في ليجن اصلا انت شايفه هتبدا تحسس عليه او تحسه بايدك، يعني حاجه اسمها بالبيشن مش كده؟ طيب اذا دي فكره دي. لو طلبت منك ايلز ان جنرال ده سؤال عام، احنا اللي بيحصل اكشوال نحدد لك. نمبر 1 ده تست محترم جدا وقلت لك يقول لك اكزامين ثلاث مارجنز. لو طلبت منك اكزامينشن ليد مارجن الحقيقه انا مستنيك اشوفك هتعمل ايه.
لو سيادتك ماسك التورش بتاعك كده دايما بنمسك التورش يا جماعه زي القلم عشان بس دايما بنمسك التورش ازاي يعني ولا حاجه وزي ما ماسكه كده طيب وبعدين دايما خلي الغول بتاعك بليز ده روتين في الرمض اوبليك الدنيا مش صعبه لان انت بطبيعه الحال لو انت ناوي تمسك التورش كده جرب تحطه لنفسك كده الاول هتعرف انه مزعج جدا فاذا احنا بننور بنور التورش بتاعنا انجل كده 30 to 45 degrees كده 45 درجه وما فيش داعي انك تقف تضايق العيان وتقلدق وشه كده يعني اقف جنب شويه عشان يبقى العيان مش مخنوق منك كويس فاذا الموضوع بسيط كده طيب انا مستنيك لو طلبت منك ليد مارجن انا عايزك تعمل ايه انا مستنيك تغلط غلطه معينه لو عملتها على طول 0 اوفر 5 على طول ايه الغلطه بص انا هعمل الغلطه دلوقتي دايما هوريك الغلط واوريك الصح بص الغلط اكزامبل ليد مارجن كملش بقى خلاص ده بوظت الدنيا اصلا دونت تاتش لو سيادتك لمست بايدك الايليد 0 اوفر 5 لان سيادتك كده غيرت البوزيشن بايدك لو في رموش مقلوبه انت عدلتها او بعتها عن العين ولو الايليد معجول اصلا انت عملت اكتروبيا ولو الايليد مقلوب لجوه انت عدلته اذا نيفر تو تاتش طب الميستيك الثانيه بصوا انت عندك ما بينفعش ابر ولور اهو انا كده بدور على اللور اي شايفين انا بوطي ازاي؟ بلاش تناكة بقى يعني ما بقاش انا واقف كده بجد والله بجد خطوره يعني بجد يعني لازم تقرب وتورينا كده انت بتفحص بجد يعني مرعان قاعد انت واقف هو انا نزلت يعني دي بص اهو اه بوث ايلز ار نورمال حلو بوث ليد مارجنز يعني ار نورمال كده 0 اوفر 5 ليه؟ لانك سيادتك كانت جامد ما ينفعش ابدا بالتكنيك اللي انا عملته ده سيادتك تكون شفت الابر ايليد مارجن اللي هو الليد مارجن انا موافق انت شفته لان اتجاه الرموش في اللور ايليد كده فبالتالي اللور ليد مارجن ده كتاب مفتوح الابر ليد مارجن يو كان نيفر سي ات الا لما تقول للبيشنت بص بقى التكنيك صح ارفع دقنك لفوق بص انا كمان هعمل ايه شفت انا نزلت ازاي لان اتجاه الرموش بتاع الابر ايليد داونورد فورورد اند لاترال اذا لو ما سمعتكش بتقول للبيشنت ارفع دقنك لفوق ولقيتك بتوطي عشان تشوف من تحت صف الرموش سيادتك انت ما شفتش اللور الابر ليد مارجن خالص ولا تقدر تكلمني عنه لا تقدر تقول لي في انتروبين ولا في اكتروبين ولا في رموش مقلوبه ولا لا اذا اوعى تنسى ان في ستاب مهمه جدا في الاكزامينشن اوف ابر ليد مارجن لازم تخلي البيشنت يدوس شين اليفيشن ولازم الاقيك بتوطي من تحت صف الرموش وتبص عشان تشوف اذا كان في رموش مقلوبه ولا لا واذا كان الليد مارجن في مكانه ولا لا طيب اذا الليد مارجن اكزامينشن ما فيهوش اي تكنيك هو في تو تيبس بس دون تاتش ايديك خالص ولما تيجي عند الليفل انك هتفحص الابر اليت لازم تخليها ترفع دقنك لفوق وتوصل كويس كده يلا بينا تاني بص انا هعمل دلوقتي الاكزامينشن زي ما انا عايزك تعمله في الامتحان ارفع دقنك لفوق تمام دقنك لفوق دلوقتي هقدر اقول بمنتهى البساطه ان البوت ليد مارجن الليد مارجن ان بوت ايز ار نورمال طبعا بس السؤال اللي بيتقطع بعد ما تخلص ايه تقول لي روح افحص الثانيه ده انت اوتوماتيك تعمل ده انا اللي هقول لك فوق كفايه لو انا شفتك عملت ناحيه صح ده لا مش هخليك تعمل الثانيه بس سيادتك مش اوبشن تسالني اصلا طالما طلبت منك اكزامن احنا عندنا تو ايز فهي هاف تو اكزامن بوت ايز من غير توقف والا يبقى انت مش فاهم رمض اصلا مش حاجه اسمها شفت ناحيه ايدك كويسه طب ما تعمل خالص الناحيه الثانيه ان شاء الله تبقى كويسه هي كمان مش حاجه اسمها كده مش كده؟ فاذا لازم تفحص الناحيتين بدون توقف ولازم قلت لك التو تيبس يكونوا واضحين جدا وخليك واثق من نفسك بلاش بقى تبقى متجف كده وتسمعني صوتك وانت بتقول عادي ارفع دقنك لفوق وتوطي وطبعا انا ممكن اسالك طب انت ليه خليته ارفع دقنك لفوق عادي بقى جاوب تقول لي ساعتها لكن مش محتاج تقول لي تقول له في واحد يقول لك ارفع دقنك لفوق اصل انا عايز اقول عشان يا عم احنا عارفين يعني قول انجز اشتغل على طول انا بختبر تكنيك مش بختبر معلومات طيب بصوا التست اللي بعده examination of orbicularis oculi muscle الحقيقه لو طلبت منك to examine the muscle as a whole غير لما اطلب منك how to test for lack of fat تعالوا اقول لكم how to test الاول for orbicularis ال two tests هما two tests yes اصل انا عايز examine two parts of orbicularis اول جزء اللي بيخليك تعمل كده بص يا جماعه شايف الحركه دي انا كده عامل ايه؟ force the closure of the eyelid وده done بعضله او بجزء من المسل في orbicularis اسمه orbital portion إذا أنت بتاسك ذا بيشنت تو كلوز هيز ايلينز فورسبلي وحاول
تفتح الجفون بايديك وتشوف اذا كان في ريزيستنس ولا لا. بصوا الكلام، بصوا التكنيك ازاي، زي ما المفروض تعمله في الامتحان بالظبط. تمام، هنا جامد قوي قارني. بص بالطمس، ها في ريزيستنس، يبقى هتقول لي على طول جود تون اوربيتال بورشن. خلي بالك الموضوع مش افتباك قوه، يعني انت بتاخد ايدك اقوى من جفونه اكيد، يعني انت مجرد ما هتحاول كده تلاقي بس في مقاومه خلاص، ما تفتريش، ما انت هتعرف تفتحه طبعا يعني. ها في ناس والله تيادة من الاشباط يعني، يعني مش الهدف الهزار وخلاص. في ناس فعلا بتيجي في الامتحان بتاذي البني ادم، يعني هو عايز يوريه ان هو هو طب كده ايه بقى؟ يعني كده هو ضعيف ولا انا قوي ولا ايه بالظبط؟ يا سيدي لا، لو سمحت لو سمحت جرب بالراحه في ريزيستنس، ها يبقى ده جود تون. الجزء الثاني اللي اسمه ايه بقى؟ فالفيربرال. ايه بقى الفالفيربرال ده؟ خليه يغمض عينه كانه نايم وشوف اذا كان في جعد بيحصل proper closure on the dead margins ولا في جاب. طيب لو في جاب ده بقى عنده ايه؟ ما بيفهمش، يعني عنده بيت تون اوف بالباب. لكن لو قفلنا على بعض الاحكام، بصوا انا هعمل التكنيك غلط دلوقتي عشان ما تعملوش في الامتحان، وانا هقول التكنيك صح. المهم هنا كانت نايم، انا كده عملت التكنيك غلط، لان كده بالظبط عملت نفس الغلطه لما عملت فحص الابر ريد مارجن، لان انت كده برضه مش هتبقى شايف لو في جهه، لان اتجاه الرموش بتاع الابر ليد مارجن مغطيه على البالبيرال فيشر، يعني انت مش شايف الليد مارجن اذا كان مقفولين على بعض احكام ولا في سبيس. لازم قبل ما اقول له غمض عينك كانك نايم اقول له ارفع دقنك لفوق واوطي وانور تاني واشوف اذا كان في جهه ولا لا. ارفع دقنك لفوق، غمض عينك كانك نايم، انزل كده ابص انا كده شايف فعلا مفيش اي سبيس خالص. فاذا هقول نو لاك اوف تامس، يعني عندي جود تون في اي جزء كده، انا كده هيزامن دي بالفيرال بورشن. اذا هنا لازم لما اطلب منك اوربي كلارنس ما تنساش انك انت يو هاف تو دو تو تاسكس ورا بعض. التاسك بتاع الاوربيتال بورشن تخليه غمض عينه جامد وتحاول تفتح، طبعا تجرب على ناحيتين. وبعدين تقول له ارفع دقنك من فوق وغمض عينك كانك نايم عشان تشوف في جاب ولا لا ما بين الليد ما ورا. في الحقيقه لو انا طلبت منك حاول تسكت في اللاج اوف ثانوس تعمل ستيب 2 على طول. لو طلبت منك حاول تسكت في اللاج اوف ثانوس تقول ارفع دقنك من فوق غمض عينك كانك نايم وتدور على طول تقول لي لا ما عندوش لاج اوف ثانوس، يعني عنده جود تون اوف اورتي كلاريس او بالكابرا بورشن اوف اورتي كلاريس. اظن الموضوع سهل لغايه دلوقتي. لو حد عنده اي مشكله في اي تيست يا جماعه باي ذا واي، عشان بس ما تحسش ان الموضوع تيست كبرت، وانت لو في اي تيست انت حاسه مش هتعرف تعمله علم عليه كده وتعالى بعد ما نخلص نعمله مع بعض هنا تاني، علشان ما تحسش ان الدنيا اتقلبت بسرعه. نعم؟ لو هو عنده لاك اوف ثامس هتقولي لاك اوف ثامس، في ويك تون اور بيكلارس اوكيولاي او الفالبيرا بورشن اوف اوستاس عنده لاك اوف ثامس، هتحاسب على ده ولا على لو في لاك اوف ثامس هتقولي لاك اوف ثامس هتحاسب عليه. لو في هو قاعد قاعد جنبك مش شايف، يعني لو في لاك اوف ثامس انت ما قلتش انت هتقول ايه بقى؟ انت هتعمل تيست صامت يعني؟ مش هتقول النتيجه؟ انت هتقول في نتيجه، انت قلت النتيجه غلط انا هقول لك غلط. هو انا يعني لا والله انا عايز اقول لك ان انا يعني بمعدل راوند او راوند، لا لما حد بيجي يطلع هنا اعمل عليه تيست بلاقي في ناس عندهم. طيب بس قصدي ان احنا انا ممكن احس انه عنده، لا هو انت تحسي هو بالاحساس ولا بالنظر؟ يعني انت هتشوف، يعني انت هتشوف سنس. لا لا خلي سنس على جنب، حاول تبص الجد يعني. هو الموضوع لوكس ان هو تمثيليه، انك تعملي التكنيك خلاص، يا ريت يطلع نتيجه لو في نتيجه فعلا. يعني ده التست الحقيقه اللي ممكن يكون فيه نتيجه، حتى لو الاجسام نور، لان في حاجه اسمها فيسيولوجيكال هارد ستارت، احنا على كده مش كده؟ طيب وانا لو خش اعمل بس انا عايز اعرف بيشنت ولا هو الدكتور اللي بيعمل كذا ولا يعني ايه يعني؟ هو ده كده وكده يلا اديني مما اعطاك والله يعني اي حاجه وخلاص. بيكشف عليه وخلاص شوف هو عنده ايه. لا 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 بص انت اسمه ده اسمه سبوت دايموند، وحتى ده مش بقول لك اكشف عليه وخلاص، اكشف عليه وخلاص ده كان الشيء بتاع زمان لما كنت اقعد مع العيال تلت ساعه تدفع منه سنتين. لكن انا هنا حتى في السبوت دايجنوز لما يكون عنده ديزيز فعلا بيبقى البيشنت قاعد، وده اللي هنقوله بقى في حته البيشنت، بيعلق لك فوق راسه ورقه ويقول لك اكزامين ذا لانس اند كوريا في الرايت اي، ده محدد لك العين ومحدد لك اي اجزاء كمان عشان تقول لي باثولوجي في ايه على طول، مش بسيبك كده مع كل الاوفثالموجيكال بارتس واقول لك بقى قول في ايه وخلاص. لا هنا برضه انا بقول لك لا انا محدد لك التست المعين زي ما انا كاتب كده، هي دي ايه ده حدود الامتحان، هيقول لك اعمل ده اعمل ده وهكذا، احنا ماشيين على واحد واحد عشان تبقى عارف. اوكي طيب
يلا بقى التست. التست ده ممكن يقول لك التست ده اكتر من طريقه، انا كمان كاتب لك كل الطرق اللي ممكن يتقال بيها التست عشان ما تخنقش في الامتحان وما تفكر. ممكن اقول لك هاو تو اسس الليفل اوف بروبر اليت، هاو تو اسس فور فودز اللي كان في فودز ولا، او اطلب منك التست على طول اسمه ام ار دي مارجن ريفلكس ديستنس. ايه القصه؟ انتوا عارفين يا جماعه ان احنا لما بننور بدون التورش قدام الروت اوف نورث كده كده المفروض النور التورش يبقى شاينينج جوه مين؟ جوه السنتر اوف ذا بيبل. اذا لو انا منور نور التورش بتاعي، وطبعا انت هنا بتحاول تكون محايد تماما يعني ناحيه العين اليمين ولا الشمال، التو ايز اهو ادي الكورنيا ادي البيبل، المفروض لو انور نور التورش زي القلم كده نور التورش هيشاين هنا، ده اسمه الريفلكس، ده الريفلكشن بتاع التورش. انت بقى معاك مسطره، انت يو ار جوينج تو ميجر الديستنس من السنتر اوف ابر ليد مارجن اللي هو هنا لغايه اللايت ريفلكس اللي باك جوه دي، ده اسمه ام ار دي مارجن تو ريفلكس ديستنس. نورمال الديستنس هي دي من 4 لـ 4.5 مللي، مش كده؟ لو الايلد نزل مللي او نزل 2 يبقى ده مايتوزس، لو نزل 3 مللي خلي بالك هو لما ينزل مللي يبقى المسافه اللي فاضله قد ايه؟ 3 او 3 ونص، لو نزل 2 يبقى المسافه اللي فاضله 2 او 2 ونص، ساعتها اقول ده مايتوزس. لو نزل 3 مللي ماضي، طب لو نزل 4.5 ده انت اساسا بقى لو نزل 4 كلهم مش هتشوف نور التورش اللي جوه البيبل اساسا، مش هتحتاج تطلع المسطره، مش هتشوف الريفلكس، ساعتها ده سيفير تورس. فاذا انت سيمبلي انا جايب لك حد نورمال هتنور نور التورش هتشوف نقطه النور جوه البيبل، هتروح ماسك مسطره وتقيس المسافه وفي الاخر هتطلع مسافه 4 او 4.5 فعلا، فهتقول لي نورمال ام ار دي ديستنس المسافه 4 وكذا 4.54 ملم. اذا نو تورس نورمال بوزيشن اوف ابر اي، ده لو انا طلبت الام ار دي على طول. بصوا التست بيتعمل ازاي. نمبر 1 في التست بصوا الستبس، مهم قوي الستبس، لان الكلام اللي قلت ده كله نظري هتجيبه من نظري عادي، لكن الستبس نمبر 1 يو هاف تو كوركت الهيد بوزيشن. يعني انتوا عارفين المرضى احيانا في مرضى توزيس دي اكواير اوف نورمال هيد بوزيشن، هو التست معمول لازم البني ادم اللي عامل شين انيفيشن، لانه في ناس عندها بايلترال توزيس مش عاملين كده عشان يشوف، او يبين بايلترال توزيس مش عامل كده مش كده، لا انا عايزك كوركت الهيد بوزيشن. هتقول لي طب ما هو انت جايب لي حد نورمال، ما هو في ناس وهي قاعده والبني ادم قاعد في القسم عندنا على السرير تلاقي قاعد عامل كده تلاقي قاعد عامل كده مش اي وضع وخلاص، وتقول لا لازم يكون فيس بتاعه فيسنج ستريت فورورد كويس. نمبر 2 لازم نور التورش بتاعك ما يكونش كده ولا كده، لازم يكون قدام النوز ونفس الليفل عند النيزل بريدج كده نفس الليفل بتاع تو ايز كويس. وبعدين تبدا تمسك المسطره وتقيس ساعتها بعد ما تعمل التو اكشنز دول، اولا تكوركت الهيد بوزيشن. يلا بينا بصوا كده على طول حلو كده تمام، نور التورش اهو قدام النوز، لا منور من فوق كده ولا منور من تحت اهو نوت ده الروت اوف نوت على طول كويس كده. وانا شايف نقطتين النور، شايف نقطتين النور ازاي؟ ها نقطتين النور باينين جدا جوه البيبل. طبعا لازم يكون معايا مسطره في الايه بقى وابدا اقيس. طبعا هنا هي تمثيليه في الاخر، فانت هتقول لي مسافه 4.5 وبس انت حافظ النور تقول لي تقريبا انا شايف 4.5 دايما كده خليك متواضع، وانا شايفها انا حاسسها يعني مش طبعا كذا يعني بلاش، وانا انا شايفها كذا ها. ويقول لك طب وده ايه الرقم ده؟ تقول ده النور من حضرتك، يبقى كده مفيش توس. شفت ازاي؟ تاني مرة تانية الناحية التانية عشان طيب خالص خالص كل الناس خالص تاني الأول هيد بوزيشن مظبوط تمام أهو النور أهو شاينينج جوه البيبلز. حط المسطرة كده شايفين المسطرة ماسكها ازاي عشان أقيس المسافة. طيب والمسافة يعني أباوت تقع على 5 مللي والله يا عم جميل يعني ايه استنى مستر، ما هو كلنا بنلينك عادي كلنا بنرمش. لا ما هو حلو قوي الكلام ده، في ناس بيقربوا المسطره فعلا لدرجه البيشنت بيبقى قلقان انها تلمس عينه. انت لو في حاجه بتقرب من عينك مش هيبقى تلمس عينك بس عندك مثلا كده انت برضه ما تقربش قوي، يعني مش لازم تلزق المسطره في الليد مارجن قوي لدرجه انك تعمله اريتيشن او تخوفه انه عينه هتتخبط. فاذا لو سمحت خلي المسطره زي ما هنبص لو محمد كان قاعد عادي مفيش مشكله. بصوا تاني اهو النور اهو المسطره اهي شايف زي ما بيرمش اهو مش هيرمش خالص الامور ماشيه كويس. فاذا ما تقربش قوي المسطره ما
بتلبس عينك لو مجرد ما بتلبس اللير موشن هتلاقي يبدا الدنج كتير جدا مش هتعرف تقيس حاجه خالص. اذا ده اسمه الام ار دي. انا بس عايز اقول لك كام معلومه احتياطي علشان ممكن الموضوع يبقى فيه اورال ديسكشن بعد كده. انا قلت لك اكزامن الليفل الابر ايلي قول اذا كان في توز ولا او اعمل ام ار دي. فسيبتك عملت ده قلت لي المسافه 4.5 يعني الابر ايلي بوزيشن نورمال. اقول لك طيب هو انت تعرف ان في حاجات تانية ممكن تتعمل عشان تاكد لي اذا كان في توزز ولا لا واذا كان البوزيشن بتاع الاي ليف مظبوط ولا لا. قول لي في حاجه كمان اسمها ام ار دي 2 في حاجه اسمها ام ال دي مش عارف اذا كانوا قالوا الكلام ده ولا لا. باي ذا واي قبل ما اكمل بس الكلام اللي هقوله ده حاجه عشان حتى هتنفعكم انتوا اكتر. خليني اقول لكم ان في بعض الناس في نفس الوحده هتلاقيه ممكن يقولوا التست باكتر من طريقه. يعني ممكن يبقى فيه ديبيت خفيف اختلافات بسيطه في التكنيكس. لو انت عارف ان في حد فلاني قال لك التكنيك بطريقه معينه مختلفه عن غيره لو سمحت لو دخلت للبني ادم ده اعمل الطريقه اللي هو قال عليها سجلها في دماغك وانت هتبقى عارف ان دايما اللي بيقول راي مختلف راي بعيد قوي عن الباقي انت بتبقى عارف لما يعني بتستغرب اصلا ازاي الكلام ده. طيب هل حد حصل معاه حاجه زي كده؟ طيب اول واحد دكتور جهاد اهلي اتقال فيها التفاصيل دي كلها فخلينا اقول لكم حتى هتفهموا عموما. يلا جهاد ماشي 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 اللي ما سمعوش يعني قاعدين الناحيه الثانيه اللي سمعوا وعشان ممكن يتسير فيه في وحدته يعرفوا كويس. بصوا احنا كمان لو احنا بنشتغل بطريقه بروفيشنال لو انا عايز اطيب البني ادم اللي قدامي ده هو ايه المال بوزيشن اللي عنده بالنسبه للاي ليد اي هاف كمان تو ميجر الديستنس ما بين اللور ليد مارجن للايت دول التوش. المفروض الديستنس دي برده من 4.5 ل 5 مللي كويس كده. فاذا انا كده ده اسمه الام ار دي 2 كويس كده ومجموعهم الاثنين على بعض تقريبا هيكون هو البالبيبرال فيشر ريت. في ناس كمان بتقول لك انت مهم تفحص البالبيبرال فيشر ريت ولا لا. الحقيقه انا لو جيت على بني ادم قست البالبيبرال فيشر ريت لقيته وليكن بدل ما هو على فكره هو فاليبل في الميلز من 7 ل 10 في الميلز من 8 ل 12 يعني افريج تقريبا لو افريج 9 مللي تقريبا او من 7 ل 10 ومن 8 ل 12 يعني الرقم المتوسط ما بين الاثنين 9 ل 10 مللي. فايه رايك لو انا جيت اقيس البلبيبرال فيشر هيت المسافه من السنتر اوف ابر ليد مارجن للسنتر اوف لور ليد مارجن لقيته بني ادم مثلا وليكن 6 مللي. تقدر تقول لي الرقم ده انديكيتنج توزس ولا لا؟ لا ما اقدرش اقول. لسبب بسيط جدا ممكن الابر اريد يكون البوزيشن بتاعه كويس واللور اريد هو اللي طلع فوق شويه زياده مش كده؟ طيب ايه رايك لو الابر ايليد نزل عن الطبيعي 2 مللي يعني في توز وكمان اللور ايليد ريتراكتد 2 مللي. طب ما انت هتلاقي البلبيبرال فيشر هيت نورمال بس هل ده معناه انه سليم؟ لا لا ده تو ايليد للاسف كده فيهم مال بوزيشن. فاذا انت لو انت عايز تقيم البني ادم مظبوط انت لازم تقيس ثلاث مسافات الام ار دي 1 اللي هي المسافه اللي مطلوبه منكم واللي اتشرحت لكم كلكم اللي هي المسافه من هنا للسنتر اوف بيوتي وبعدين ام ار دي 2 عشان تشوف البوزيشن بتاع اللور ايليد مظبوط ولا لا وبعدين تقيس البلبيبرال فيشر هيت. يعني ايه رايك لو انا بقيس بقى ام ار دي 1 لقيته 4.5 ولقيت ام ار دي 2 7 يبقى اللور ايليد ده مش عند اللور ليمبس ده هنا كده يبقى ده عنده لور ليد ريتراكشن صح؟ مجموع الاثنين على بعض بقى كام كده؟ البلبيبرال فيشر هيت 12.5. انت هنا لما اقول لك لما اجي اقول لك كده البالبيبرا فيشر هيت 12.5 ده رقم كبير قوي انت ما تبقاش عارف هل الابر ايليد هو اللي عامل كده ولا اللور ايليد هو اللي عامل كده. اللي فصل في الموضوع انك طلعت مسافتين مهمين قوي
انك قست ال MRD1 وال MRD2 عرفت الباثولوجي فين ولا ما عرفتش؟ عرفت الباثولوجي فين كده؟ في اللغة العادية. فهمت قيمة انك تقيس MRD1 و MRD2 وبعدين تقيس الأبيرا فيشر كله على بعضه وبالتالي تطلع المشكلة فين بالظبط؟ ايه رأيك؟ أنا لسه قايل من شوية لو أنا عندي الأبر أيليت بدل ما هو هنا بقى هنا ده كده توزن صح؟ طلعت المسافة وليكن إن أنت لقيته 2 مللي اللور أيليت بعيد عن المسافة الطبيعية مثلا وليكن المسافة بقت 7 مللي ده كده المجموع بقى كام؟ 9 ما ده النورمال أصلا بس هو مش نور لا ده نورمال ولا ده نورمال فإذا لو انت بسألك في الاولى قلت لك اعمل ام ار دي اعمل ام ار دي على طول خلاص اعمل ار دي واسكت لو انا بقى هدخل معاك في ديسكشن اقول لك طب تسمع عن ام ار دي 2 طب انت مهم تقيس التابيرا فيشر هتقول لي اه مهم اسمه انت دلوقتي فهمت ليه التابيرا فيشر عشان تعرف المسافه قد ايه اصلا ما بين السنتر بتاع الابر اليت واللور اليت وبعدين ام ار دي 1 عشان تعرف البوزيشن المظبوط بتاع الابر اليت اذا كان مظبوط ولا ابور والبوزيشن بتاع اللور اليت بتعرفه ازاي عن طريق حاجه اسمها ام ار دي 2 اللي هي المسافه يعني من السنتر اوف لور ليت مارجن لغايه لور التوش وبالتالي انت تقدر تعرف كده كولكتيفلي مين فيهم غير مكانه واذا كان الوضع اتغير ولا لا فهمتوا فكره ال MRD1 MRD2 بالبيبر فيشر ريت فهمتوا ليه احنا بنقيس الثلاثه حد عنده اي سؤال لكن انت في الامتحان كلينيكالي وده اللي هيطلب من يعني 99% فيك ومش الكلام بره كده هو المسافه دي مطلوبه مني MRD1 طيب يلا نروح لتست مهم جدا جدا بقى اسمه ليفيتور اكسكرشن الليفيتور اكسكرشن باي ديفينيشن ها ذا ابيليتي اوف ليفيتور ماسل تو اليفيت الابر اليت فروم داون جيز داون جيز يعني اتجاه النظر لاسفل تو اب جيز كويس كده ايه اللي هتعمله بص التست بيتعمل ازاي انا عاشق الليفيتور اذا انت بتقدر ترفع اليت من الداون جيز اب جيز كمل مبدئيا you have to ask the patient to look down by his eyes only يعني انت عادة لما تطلب اي حد تقول له بص لتحت روح عامل كده قول له لا انا عايز وانا عايز اسمعك بتقول العيان كده يعني لازم كده تكون سيلف كونفيدنت كده تقول للعيان بص لتحت عمل كده قول له لا حياتك وشك لقدام وعينك بس اللي بص ناحيه الجزمه او ناحيه الارض فالعيان روح عامل كده تمام خلاص بص كده ده كده اسمه داون جيز سيادتك المفروض هتطلب منه يبص فين بصوا عليا بصوا على ملامح وشي بصوا على الابر علي بتاعي انا كده بص تحت ها ده عينيا بس مش وشي وشي فيسنج فورورد عينيا بص تحت لما اجي ابص لفوق بصوا ايه اللي هيحصل هنا كده اللي رفع الايلد وانت على مكانك اظن جربتيها دلوقتي اخدت بالك انها اشتغلت ها اذا يعني اذا اي حد طبيعي هيرفع الايلد من داون جيز الاب جيز غصب عنه هيشغل عضله هيشغل مين مع الليفيتور كده الابر ايليد اترفع بفعل الاكشن اوف تو ماسلز طبعا الاساس اللي هيتوش لكن ساعدتها شويه مين؟ الاوكسيبيتو فرونتالس ماسل عشان كده لو انا جيت طلبت من البيشنت قلت له لوك داون وبعدين حطيت المسطره كده لقيتك بتحط لي المسطره كده وبعدين قلت له بص لفوق وشفت الابر ليد مارجن خد بالك انت عايز تقيم مين؟ الابر ليد مارجن طلع قد ايه على المسطره؟ يعني بص معايا عشان بس تعرف انت هتحط المسطره فين وهتبص على ايه؟ احنا بنشوف حاجات غريبه جدا وليكن ده الابر ليد مارجن وده صف الرموش اهو كويس كده وهو بص تحت انت حطيت المسطره كده حلو انت هتقول له بص لفوق لو سمحت ما تخليه خلي عينك على ده الليد مارجن صف الرموش ها ده راح فين ده بقى هنا يبقى طلع المسافه دي كمل لي على المسطره بقى وطبعا الاسهل خلي الزيرو بتاع المسطره عند الليد مارجن هو في الداون جيز عشان يبقى الرقم اللي طلع هو الرقم اللي هتقوله يعني لو طلع 15 تقول لي 15 طلع 16 يبقى 16 لان انت مش ناقص في الامتحان انت مخلوص خلقه ما تعملش المسطره كده انت واقف عند طلع هنا اطرح خامن ده يا نهار اسود انت ناقص تقعد تطرح فاسهل خليها زيرو عشان تشوف وصل فين يبقى هو ده الرقم اللي هتقوله على طول ونخلص وده اللي بنعمله اكشن عشان ما نقعدش نتلخبط طيب المسطره تحطها فين؟ لازم تحطها هنا المره دي لازم تحطها هنا لا لا خالص وتقطعها الجنب لان الليد مارجن بتاعك بيطلع 1 ليد 1 يونت نفس الليفل يعني والا لو انت مدخله بيطلع في حته اكتر من حته يبقى كان بيحصل فيه نقص يعني يعني هيبقى كده ها لا لا خالص هو بيطلع ليفل واحد نفس الرقم في كل حته فالاسهل تحطه على الجنب زي ما حطه كده عند محمد شايفين قول بص لفوق وشوف بقى طلع كام ملي على المسطره طيب بس بص الخطوه اللي ميسنج بقى انت سيادتك لو جيت قلت لي
لقيتك بتقول البيشنت نوك داون اهو، وبعدين قلت له بص لفوق ورحت قايل لي الرقم، انت كده زيرو. لازم تعمل خطوه زياده. ايه الخطوه؟ بص الخطوه، بص تحت الحلقه، خد بالك حطيت صباعي فين؟ والثامب مش اي صباع تاني، صباعك الكبير عشان تعمل فيرم بلوكج الاكشن بتاع الفرونتال. دوس فيرم بقى هنا، دوس جامد. طيب دوس كده وتحط المسطره بقى وتشوف بقى الاي لين طلع قد ايه. انا طبعا المفروض التكنيك الصح على فكره باي ذا واي عشان تبقى فاهمين، طبعا احنا بنعلمكم تكنيكس بقى. لو انا عايز اعمل يعني بلوكج الاكشن بتاع الفرونتال بصوره محترمه، المفترض يكون معايا اسيستنت في التست ده هو اللي هيمسك لي المسطره، لان انا ناوي اعمل بلوكج كده. ده التكنيك الصح، شايفين كده؟ انا قادر اتحكم اكتر لان حاط ايدي ورا السكالب وصباع ايدي دايسه كويس قوي، بس هنا لازم حد يمسك لي المسطره. طبعا في الامتحان انت مش هتفكر كده خالص، لان في الامتحان غالبا لو انت ناوي تعمل كده هتقول ايدك معايا بمسك لي المسطره كده، او انت كده رحت سهل، انت اكيد مش هتقول لي انا كده. طيب الحل ايه؟ انك تعمل عين عين قدامك، هتعمل كده او كده زي ما يعجبك اهو، مش هتفرق خالص على فكره، مالهاش علاقه بالتكنيك، هي دي لها علاقه انك انت اللي بترتاح ازاي؟ عشان بس ما في ناس يعني متنشنه قوي اهو. انا حطيت صباعي اهو، حطيت المسطره اهي، بص يا محمد ايوه 15 بالظبط. ده نورمال باي ذا واي، هو ممكن يوصل اكتر من كده في ميجي كمان 16 17. يلا بص يا جماعه، الناس اللي هنا، الناس اللي هنا بص حاطين صباعي ازاي؟ شايفين يا جماعه؟ الشباب بتتكلم. طيب مظبوط ولا ايه؟ سهل كده؟ سهل ان انا اقيس بزنس لا طبعا، محتاجه اكسبيرينس، محتاجه عينك تبقى كويس على الحركه وقاعد تبص فين. فالموضوع يعني انت في الاخر هتمثلي، بس لو سمحت مثلي صح، يعني هتمشي كده بص اهو، حطيتي اهو اهو، حطيت ايديا دايس كويس، بص فوق يعني ده، لا هنا الايدي اكتر شويه. طيب 16 عندك ايه وايه؟ 15 لا على فكره يعني 15 و16 عادي، ده وارد يحصل، مش لازم يكونوا ايدنتيكال باي واي لكن ده وارد. طيب المهم هي تفرق، المهم نور من الخط. طيب حلو كويس. طيب ايه ده اسمه ليفيتري اكسكيرشن؟ ده الكلام. حد عنده اي سؤال في الليفيتري اكسكيرشن؟ يبقى هنعمل كام ستيب في الليفيتري اكسكيرشن يا جماعه؟ اول خطوه البيشنس لوك داون، ثاني خطوه بالطم تعمل بلوكينج الاكشن اوف فرونتال، ثالث خطوه تحط المسطره تقول له بص لفوق. هنا طبعا مفيش تورش في الموضوع، عشان في ناس يعني انت بتبقى بقولك في الامتحان بتبقى اريتيتد ها؟ فانت لو انت مش مرتب افكارك انت هتلاقي نفسك مش فاكر التست ده فيه تورش ولا لا. انا بقولك كده عشان تكتب نو تورش، لانك انت في الاخر طب انا عايز اعمل ايه يعني؟ مش هكتب ده بجد؟ ما هو ده اللي بيحصل والله، انا بقولك حاجات بتحصل قدامنا مسخره. طب هو انا لو حطيت المسطره في النص شويه فيها مشكله؟ لا خالص خالص ولا تفرق. طب لو فتحت التورش وقفلت تاني ولا تفرق؟ مش الدرجه دي يعني. لا لا بس انا بقول لك ليه؟ لان فعلا اكشن ده بيحصل قدامنا ليفيت اكسكيرشن، انت متعوده رمد يعني دور، فرد الدور شو رايح عليه برضه مختار، وعارفه ان هنا هيبقى في بلوكج الاكشن. طب انا همسك دي وش لا ده ملوش لازمه خالص، نرجعه تبقى حوسه يعني. بليز نو توش في الموضوع، عشان هتروحي بايديك ايدها اللي بلوك بيها الاكشن، وانت همسك فيها ليه؟ المختار. طيب خلاص حد عنده اي سؤال لغايه كده؟ الامور ماشيه؟ خلاص الامور واضحه؟ طيب تعالوا نروح كمان تست. لو انا عايز تست فور ليد لاكس ده تست زياده هتزودوه بقى، مش موجود في بركه، ده هيبقى سطر كده زياده. هاو تو تست فور ليد لاكس، انتوا عارفين يا جماعه الناس الكبار في السن، الناس العواجيز ممكن الاي بتاعهم يغير البوزيشن بتاعه، خصوصا ده افكتنج ميلي اللور، هو اساسا افكتنج اللور اي لان هو دلوقتي اجينست جرافيتي. فلو الاي ليد بتاعي واقفين اللور اي ليد بتاعي واقف اجينست جرافيتي عشان ممسوك هوريزونتلي وفيرتيكال، اللي ماسك اللور اي ليد هوريزونتلي تو لاجا من دول الميديال واللابلا بتاعتها، واللي ماسك اللور اي ليد فيرتيكال العضله دي اللي اسمها اوربيكلاكس. عشان كده سيادتك لو جيت تعمل بينشنج للسكين تورس جلد كده وتشده يمين شمال يعني
هتلاقيه لا بالاخر بيتحرك ملي او 2 ملي مترز بكتير. لكن لو لقيت الار بيتحرك معاك لاترالي صوره كبيره قوي وميديالي صوره كبيره قوي، ده معناه ان اللاجمنت بقى فيري لوز. واي حد فينا كمان هيشد جبهه من بره كده ويسيبه هتلاقيه بيرجع بسرعه قوي. ايه اللي بيرجعه؟ العضله اسمها اوربيكولاركس. اذا كده يبقى فيرتيكالي سبورتد كويس. اذا لو انت جيت في بني ادم مسكت الجبن بتاعه عملت بينشنج قرصت كده مسكت حته من الجلد كده قريب شديته يمين وشمال مشي معاك زياده شديته لبره لقيته بيتلكع وهو راجع، ده معناه ان هو فيرتيكالي هوريزونتالي ريلاكس فيرتيكال لاكس هوريزونتال لاكس. وديس مينز ان ممكن يقع واحد افكت اوف جرافيتي بالمنظر ده ويحصل اكتوبي. اذا لو انا عايز اخليك تتست الليد لاكسي بص معايا اهو خش امسك كده وشد كده وكده طيب وبعدين شد بره وسيبه ليه؟ اه طبعا سهلة. ده نسبة انك تنتهي فيه قليلة قوي. التست اللي هو بتجيبه يمين وشمال اسمه ديستراكشن تست، والتست اللي بتشده لبره وتسيبه ده اسمه باك او سناب باك تست. باك سناب او سناب باك مش تفرق. اذا عندي تست فور ليد لاكسي ديستراكشن تست شد الجبن لبره ولجوه اسمه باك سناب تست او سناب باك تست، ده بتشده لبره ولجوه لكن الديستراكشن بتشده يمين وشمال. تاني هقول لكم تاني على نفسي اهو بمسك الجلد كده وشد لبره ولجوه لقيته بيمشي معاك حاجه بسيطه يبقى اذا جود تون. طبعا هجيب لك ناس جود تون يعني مش هجيب لك حد عنده تون ضعيف. طيب واشده لبره كده واسيبه هتسمع صوت، ده معناه انه بيرجع بسرعه قوي بيخبط في العيد فبيعمل صوت، ده معناه انه فيرتيكالي ممسوك كويس سبورتد عن طريق المصل الصوره كويسه. طيب الحقيقه ده تيست فرصته صعبه جدا وقليله جدا. التيست المهمه ده الليفل الاوديبلاريس الليد مارجن يقول اهم تيست في الايد وفريكوينتلي بتساله. مش البيشنتس اللي بيجوا سناين اللي عندهم ليد لاكتيف يعني انا مش جايب حد هيعرف يعني انا في دايما في الليفل الساين جبت حد عنده النورمال يعني تايم تيست في نورمال مش جايب حد مش كلهم مش كل الاود ايج كل الاود ايج ولكن كل الاود ايج حصل لهم مال بوزيشن. يعني هل انت كل الناس اللي حواليك في الكبار سعيد عندهم كده؟ طيب يلا جيب يا جماعه لك من ابريتس لكن الابريتس يلا. هناك طبعا الجزء اللي بيتسيب بنسبه اقل يطلب منك تيستنج اللاكريمال جلاند. الحقيقه اللاكريمال جلاند بتعرفيه كويس قوي انها موجوده فين؟ شالو بوني فوسطا في الانترو لاترال بارت فلو. طيب وانا عندي تو بارتس لاكريمال جلاند، في جزء كبير لازق في العظم لازق في حاجه اسمها شالو بوني فوسطا موجوده في المكان ده، ده اسمه اوربيتال بورشن، وجزء اصغر اقرب للابر فورنس. وبالتالي انت لو انا طلبت منك هاو تو اسس فور لاكريمال جلاند انت يو هاف انك انت تفحص الاوربيتال بورشن والبلفيبرال بورشن. طب الاوربيتال بورشن افحصه ازاي؟ المفترض انك هتطلب من البيشنت في لوك داون اند ان. وازاي؟ ابص ازاي؟ احنا كده جايين عشان اخلي العين تنزل لتحت وادخل بصباعي الصغير انا اطول مسافه اقدر عليها في الحته دي. شايفين مكان؟ احاول ادخل بصباعي الصغير في المكان ده وخلي بقى دايما البلانتر سيرفس. يعني لو انت عايز تحس حاجه حسها دايما بالبلانتر سيرفس مش دورسل ما تدخلش بقى كده دخله وشه ها البلانتر سيرفس ناحيه الاورب. شايفين ازاي؟ حاول ادخل اطول مسافه وطبعا سيادتك هي تمثيليه اذا بطن صباعك لفوق ها بص لتحت ها تقول لي في الاخر نوت فيلت. طب هي امتى تبقى فيلت؟ عشان ده سؤال تنسلوه فيلت في حالات انها تبقى فيها تيوبل او توست. الحقيقه لو انفليمد لو انفليمد لايك مكان او واحد فيها انفليمد سكين في تندرنس ومفضله اصلا تيجي جنبه. فاذا لو في تيوبل مش هيجيبوا لك اصلا يعني تيوبل او توست ولا حتى ده بيجي بس انا بقول لك يعني لو سالت بيقول لي لو في تيوبل او توست جلاند توست يعني مكانها نازل شويه. اذا نورمالي هي نوت فيلت ده اي جزء نوت فيلت الاوربيتال بورشن. طب لو سيادتك عايز تشوف بقى او تاكزامين البالفيرنال بورشن بص تطلب البيشنت لوك داون وتبدا تشد الابر ايرد ابعد مسافه عن العين كده هتلاقي في حاجه ريجوليتد موجوده هنا. لو كل واحد فيهم كده عملها وبص في العين اللي جنبه يعني اعتقد انت ممكن تشوفها وانا واقف كده عشان كده طبعا انت بص لو انا عايز اشوفها على محمد بص عامل ازاي بص التست بص تحت محمد اهو
ونور كده. هدان بقى بص عملت ازاي؟ بص تاني، بص تحت اهو اهي اهو اهي عنده طلع عنده ولا ما عندوش؟ عنده حاجه كبيره هنا. اوتوماتيك
الاقيك بتروح تبص على الليد مارجنز خصوصا اللور ليد مارجنز. اشمعنى خصوصا اللور؟ عشان 75% اوف تيرز درين من خلال اللور بامبن باي افكت اوف جرافيتي. فاذا لو انا بقول لك ناجي ما درينش سيستم يبقى هتروح كده على طول بصيت الاول على اللور ليد مارجن زي ما اتفقنا. الليد مارجن ما بتجيش جنبه، انت بتنور بس وتشوف اذا كان ستريت ولا لا، وبعدين شد كده جبت سنه. طب ليه هتشد سنه؟ لان البامبن هي اللي بتشيل البورد، بتنور على البامبن تشوفها موجوده ولا لا. اذا انت كده قيمت الليد مارجن قيمت البامبن، وبالمره انت منور بالتورش وتشوف اذا كان في اي سوالنج في المكان ده ولا لا. لانه قد يكون عنده داكن في ستايلز، اذا ما لقيتش سوالنج لقيت الليد مارجن سليم لقيت البامبن موجوده الاقيك اوتوماتيك بقى بتروح تعمل التست الاهم اللي اسمه ريجاست. هو ده اهم جزء في الموضوع طبعا، وده اللي فيه تكنيك. عشان كده ممكن تلاقي دكتور يسالك يقول لك اعمل لي ريجاست تست على طول يطلب وراك، لكن لو طلب منك اللاك ما درينش هيبقى فيري امبرسيف. لو انت دخلت في وسط المجموعه اللي بتمتحن عندي وانا طلبت لاك ما درينش، كل واحد دخل عمل لي ريجاست ومشي ريجاست ومشي، وانت جيت بقيت مختلف، بصيت الاول على المارجن وبعدين البانكر وبعدين شفت سوالك ولا لا وبعدين عملت ريجاست، اكيد مش هديك درجه زيهم يعني، اكيد انت هتبقى حاجه ثانيه خالص. الريجاست تست تعمله ازاي بقى؟ الريجاست تست ده فيه تكنيك فعلا. خدتوا بالكم الرسمه اللي هرسمها هناك دي؟ انا عايز اقول ايه في الرسمه دي؟ عايز اقول ان الدموع الطبيعي بتاعتي بتمشي كده للساك للدك عشان تفتح الدك في الكتير ميتس نوز. خدتوا بالكم الاحمر اللي رسمه ده اسمه ميديا الكابرا لاجم. الميديا الكابرا لاجم معدي فوق الساك، وهنا تحديدا مكان الليجمنت ده خلى في جزء لاين اند سمول بارت فوق الليفل بتاعه اسمه الفاندس، لكن الجزء الاكبر والاهم في الساك اسمه البادي اوف ساك. الحقيقه انا عايز دفاع صغير ازق هنا على البادي اوف ساك في المكان السهل ده عشان اشوف اذا كان هيحصل ريجرش. ريجرش يعني ارتجاع، يعني الدموع تمشي في عكس التيار ترجع كده من البانكتم ولا لا. طيب هنا في الحقيقه اللور مالتينا لو انا جيت عملت التاس ده ودقيت كده مش هلاقي اي دموع بترجع، لان الدموع اللي بتوصل هنا اول باول بتنزل فالساك فاضي. امتى الساك تبقى مجمعه ميه؟ لو عندي اوبستراكشن في النيز ولاكتمال ده، وبالتالي لو عندي اوبستراكشن هنا الساك بتاعتي دي مليانه، فلما اجي ازق ابورد باك وذا ميد اللي كان الاتجاه بصوا ازاي؟ ساعتها الدموع هتبدا ترجع. اذا لو في بوستيف ريجارج احلف ان انت عندك ام ال دي او، يعني نيز ولاكتمال داكت ايه؟ اوبستراكشن. طيب اذا الستبس يلا واضح ان اول ستيب انا محتاج احط صباعي صغير الليتل فينجر في المكان المظبوط اللي هو تحت الليفل بتاع الليجمنت اللي اسمه ميديال الكابرا ليجمنت. اعرف ازاي مكان الليجمنت فين؟ سيادتك اول ما بتشد على الاوتر كانتس لبره كده ها على طول الليجمنت ده هيحصل له برضه. كل واحد هو قاعد مكانه، حط صباعك هنا الاول، حط صباعك هنا لنفسك ها، وبعدين تبدا شد لبره كده هتلاقي في حاجه كلكعه تحت صباعك. هتبيع الكلكع ده هو الميديا الليجم. مبدئيا مش بس بتحس ده انت بتشوفه، يعني لو انت حد بخشك بقى وعمل كده هتلاقي في حاجه حصل لها باوتش هنا. اللي حصل له باوتش ده على طول ده الميديا الكالتابرا الليجم. اذا انت بتلوكلايز الليجم عن طريق انك انت تشد الاوتر كانتس لبره، حلو كده؟ طيب اذا ايوه ما انت بتشوف انت بقول لك انا مش عارف انت هتحس ازاي انت لو مقتنع فعلا انه هيقبض، لكن انت في الحياه مش بتحس في بتشوفه لان هو انت في وشه. فلما هتعمله كده انت هتلاقي في حاجه باظت هنا كده مكان اللايف. بص يا معلم خلاص 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 يا ولاد خلاص. بص لكن عشان الاوتر كان بس راجل اللايف اللي حصل له بانش شفت مكانه، هبدا احط صباعي الصغير تحت الليفل بتاعه. اول ما احط صباعي الصغير سيب بقى في ناس بتيجي تشرح التكنيك ده اقول لك يا ريت شد الضغط مالوش مشكله مالوش ايه؟ انا شادين كده لا واحده بس عشان اشوف البانكر بس. اه هقول لك ازاي هنشوف البانكر. انا هقول لك التكنيك الصح، وزي ما قلت لك انت لو سمعت حد قال لك كده ده هتمتحن عنده كله زي ما قال. لكن الحقيقه احنا الهدف ما انت تقول لي كل خطوه ليها هدف مش كده؟ انت الهدف ايه منك انت تشد؟ انك تلوكلايز السايز اوف ذا خلاص شفته وهيبدا تحط صباعك فين بالظبط، يبقى انت تقدر تشد فين. اذا كان عشان البانكر لا في طريقه ثانيه تشوف بيها البانكر. فاذا حطيت صباعي في المكان المظبوط خلاص هيبدا احط صباعي فين. Then ask the patient to look upwards. ليه هخلي البيشنت لوك اب؟ في الحقيقه احنا اتفقنا ان البانكر بتاعي دي اللي بتصير بوردنج.
فسيادتك ما بتشوفوش الا الفيلد جيبت بره صح؟ انت سيادتك هتخليه يبص لفوق عشان السبب ده. بص دلوقتي لو ده اللور ليد مارجن عيني اهي، كل ما العين تيجي ترول اب تبص لفوق، بص معايا ايه اللي هيحصل في ايدي دي؟ كل ما تيجي تعمل كده بص الجبن بيروح فين؟ كريم انا معاك العين مع صلاته صح؟ الايبود عايز تحط صوت؟ تعالوا وطيس يا طيب. اذا كل ما العين ترفع لفوق الايلت يحصل له شويه انفرشن تمام. وانا بدوس بحاول ادوس بتكنيك معين كده بحيث ان انا اخلي الليد كمان يتقلب سامح وبشوف الفانتوم كويس قوي. تاني حاضر. بصوا يا جماعه، بصوا يا شباب عشان تفهموا، عشان كده جبت الموديل. بصوا معايا دلوقتي لو اللور قالت كده، ها خدت بالك اللور قالت واقف ازاي؟ طب بصوا معايا، خدت بالكم اعرض حته في السكليرا، اعرض حته في السكليرا هي الايكويتور اوف دي اي كويس؟ ايه رايك كل ما تيجي تبص لفوق كل ما الايكويتور ده هيبدا يزق الايليد في الاتجاه ده، خدت بالك ده بتروح فين؟ فاذا انت كده لما تخلي العيان يلوك اب كل ما هيبص لفوق كل ما الجبن هيتزق سنه لبره، فبالتالي تبدا تشوف البانك كويس كده؟ تمام؟ مش عارف اي طيب يلا يا جماعه بصوا معايا بقى التست، بصوا التكنيك هعمله ازاي، ركزوا معايا. وبعدين وانا بزوق وانا بدوس بزوق بصباعي، خليك تقول لي اذا كنت شايف الفانتوم ولا لا، هتلاقي نفسك بتشوف الفانتوم. واللي عايز فيديو جرب بنفسه معايا بعد ما نخلص زي ما اتفقنا التست اللي عليها الديبيتس دي، تعالوا اوريها لكم ازاي انا بشوف الفانتوم من غير ما افضل شادد زي ما قالوا لكم. طيب بصوا معايا الستبس واحده واحده. اول خطوه خالص هعمل من حدي مره ومن حدي مره، هشد الاوتر كانترز بره، شفت مكان الليجمنت حطيت صباعي كويس كده؟ على تحت تحته على طول جاست بيلو كويس. نورت النور التورش، بص لفوق، بص لفوق اهو، هبدا ازق ازاي؟ شايفين صباعي يروح ازاي؟ كده بس طبعا مش من بعيد، انا بوريكم عشان نشوف بقى هو انا حاطط ازاي. اهو انا كده شايف البانكم وبدوق مش اي حاجه. تعالى بقى عشان اوريك البانكم، هو هيحكم لكم اذا كان البانكم هتبان ولا لا من غير ما افضل شادد زي ما قالوا لكم. ها بص معايا في السادس اهو، حطيت صباعي كويس كده، بص فوق طيب يعني الفانتوم كان بي سي ايه ده؟ لا معلش اسمع بس الكلام، اسمع الكلام ثواني يا ولاد، انت بتعمل ايه؟ لازم لا بص كده في حاجه لازم ليت الفيس. ايوه طيب اسمع الصوت، اسمع السؤال بقى، اسمع السؤال. قالوا لك فرقتين ايوه، ما هو ده انا عملته عشان زي ما جبت واحد تاني بيجي نفس صباعك ريتوش؟ اساس التست في الاخر
انت عايز تشوف حاجة هترجع من الطنكم ولا لا، كويس؟ يعني بعكس الطريقة، حلو كده؟ سواء بقى عملت الطريقة اللي انا عملتها دلوقتي اللي هي دوكيومنت اللي هي المفروض اللي تعملها في امتحانات الزمالك، لان جيت لو رحت عملت لهم كده وفضلت شادد مش هنجحوك بالمناسبة، كويس؟ مش هزار. ولو انت رحت منورت جدول الطرش وعملت الحركة دي برضو لا، لان الطنكم فيري تايم وكمية الفلويد اللي هترجع الله اعلم قد ايه، ولو كان شفاف كمان هتشوف ازاي ما بيموت. يعني لو الرجاج بوست الرجاج كتير لسه ما حصلش انفكشن، يعني مش بيكو بيرنت مش ديتشارج نوع اصفر فهيبان، لو ميه هتشوفها ازاي من البلاعه الصغيره جدا في فم عامل. فاذا النور هنا مهم، لكن يعني مش هنختلف. المهم لو سيادتك قال لك افضل اعمل كده اهو وحط صباعك وزق وانت عامل كده مفيش مانع. لو قال لك سيب الترش خالص بعد ما تعرف مكان الليجم تحط صباعك وبعدين سيب الترش وايدك الثانيه تعمل كده وتزق مفيش مانع، بس ده والله ما التكنيك خالص. التكنيك زي ما انا شفته هم جم شافوا بصباعي اللي انا بزق بيه بعرف اشوف البانكتم طالما خليته يبص لفوق، وكمان الدايركشن بتاع البوشنج بتاعي بيساعدني ان انا اقلب الجفن سنه لبره من غير ما اعمل بصباعي الكبير كده ولا من غير ما افضل شادد. بالعكس ده انا عايز اقول لك العكس، انت لو هتفضل شادد انت مش هتخلي البانكتم يتقلب لبره اصلا، عشان تبقى فاهم انك عامل ستريتشنج للظهر. فده كلام غريب جدا، لكن بليز لو دخلت للشخص يعني اللي قال لك ده اعمله، ولو دخلته للشخص اللي قال لك سيب الترش سيب الترش واعمل كده مفيش مانع. بس انتوا فهمتوا الفكره؟ وبليز بقى اكتر حاجه بتحرق دمنا اكتر حاجه بقى ايا كان التكنيك، هتعمل التكنيك البروفيشنال انا قلت عليه دلوقتي ده، انك هتشد تجيب الليجم تحط صباعك تنور بدون الترش تقول له بص لفوق وتزق وتشوف الحاجه بترجع ولا لا في كل، او تعمل التكنيكس الثانيه اللي اتقالت دي بلاش عشان خاطري، تعمل الحركه البلهاء اللي بتجنننا بقى، هي تمثيليه مش كده؟ في الاخر هتقولي نيجاتيف ريجاج، لازم تقولي نيجاتيف ريجاج، لان عمرنا في تاريخنا حتى لما كان امتحانات زمان شيت ما جبنا حد عنده بوست ريجاج، مش عشان حاجه غير عشان انا مش جايبك الامتحان قاعديك، ما هو بوست ريجاج يعني ده سورس اوف انفكشن هيجي على ايد حضرتك في الاخر تدعك هنا كنت مش واخد بالك يجي لك انفكشن، فانا اكيد ده مش منطق خالص. فعمرنا ما جبنا حد بوست ريجاج، فكل الناس نيجاتيف ايه؟ ريجاج. فهي تمثيليه بس البدايه انا بقى انك تيجي تعمل كده، بصوا اللي بيحصل زي الوحش، دخلت اهو جبت اللجم حطيت صباعك نورت هتبدا تزق يلا بتزق صباعك هنا هنا معايا انا عايز اشوف الرياكشن ده هتديك الدرجه ولا لا؟ رايح بسيط والله بيحصل كمل التسليه الاخر بص وفي الاخر هكون نجد الرجاش بس وانت غلط هنا حد عنده اي سؤال لغايه كده؟ حد عنده اي سؤال؟ خلاص معاك حته قطه او منديل يعني ورق يعني تشو. طيب
الحقيقه انا قلت لك حاول تست كوريا سنسيشن، ليه طلعت منديل من جيبك او قطنه وبعدين تدرى عيال ظهرك؟ ها؟ وبعدين انا هوريك طبعا عشان تشوف المنديل ده كبير قوي، انت هتعمل كده سياده الدكتور سامي. تاخد حته صغيره جدا من المنديل ده وبعدين تبدا. بص انا هعمل ايه في المنديل؟ الحته الصغيره اللي انا خدتها دي شايفين انا ببرمها؟ طيب وبعد ما تبرمها كده وتروح لامس البريفري اوف كورنيا فروم باك اند بيهايند. اوعى في اي خطوه من الخطوات دي العينه شايفه، اوعى تمسك المنديل قدامه وكده تعمل له حته وتقعد تخلي حاجه كده والله كده. طبعا هو هيبلينك طبعا من غير لان هو شايف. اذا لازم يكون مش شايف انت كل الخطوات دي. لازم الاول اتاكد انك بتستعمل المنديل كله، لازم اتاكد انك انت عملت الاوبجكت بتاعك باي طول اطول مسافه، ولازم اتاكد انك انت مش هتلمس مش من مكان البيشنت كان سي يور هاندز، ولازم تلمس بسرعه جدا طرف الكورنيا. طبعا لو حصل ريفلكس بلينكينج الاكتيميشن يبقى السنسيشن كويس. اذا هي دي بس الفكره بتاعت الدرس، انك انت توريني انك انت عارف بتعمل ايه وان العيان لازم ما يكونش شايفه. طيب لكن الدرس طبعا اللي بتختلف بقى في الحقيقه كرفيتشر. كرفيتشر اوف كورنيا انا عايز اتاكد اذا كانت الكورنيا ليها ريجولار كرفيتشر ولا في كراتو كونس. بص معايا بقى هنا في الحقيقه انا عندي طريقتين للاكزامينشن عشان اتاكد ان الكرفيتشر كويس ولا لا، ريجولر ولا في كون في النص. نمبر 1 بروفايل فيو اكزامينشن. والحقيقه بروفايل فيو اكزامينشن ده مهم لكن مش اهم من الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه مانسون سايد. بصوا يا جماعه بروفايل فيو اكزامينشن هنا لو انا عايز ابص بروفايل فيو انت والنور، خلي بالك المره دي التكنيك مكانك مختلف، انت والنور لازم تكونوا من الجنب ديد تامبر. بصوا ازاي، بصوا التكنيك، بصوا قدامك شايفين انا والنور فين؟ انا كده شايف الكيرفيتشر كويس جدا. لو في اي حاجه طالعه لقدام بقى في كون هيبان جدا. بس خدت بالك ما تنورنيش كده، بس النور في حته وانت في حته وبعيد. لا لا انا والنور نفس الليفل بتاع الكورنيا بالظبط وقريبين جدا يعني كده. واروح الناحيه الثانيه اعمل نفس الكلام، ها؟ كده انا اقدر احكم اذا كان في كون ولا ما فيش كون. ده اول طريقه. الطريقه الثانيه بقى مانسون ساين. مانسون ساين انك انت يو ار جوينج تو اسك ذا بيشنت تو لوك داون. بص معايا لو دي الكورنيا وده اللور ليد، المفروض النورمال اللور ليد واقف عند اللور ليمت. فلو انا طلبت من البيشنت لوك داون اللور ليد هياخد شكل الكورنيا، فبالتالي اللور ليد كيرفيتشر ليد مارجن يعني هيبقى ريجولار كارفت يعني سي شيب. فاذا لو لقيت اللور ليد بتاعي لما البيشنت لوك داون شكله كده ده ما عندوش كراتو كورس. لكن ايه رايك لو في كون في النص يعني حاجه بارزه؟ ساعتها هتلاقي اللور ليد مارجن عامل كده اكيوت انجل انجيوليتد او في شيب، وده معناه ان ايكوال بوزيتيف مانسد ايكوال كراتو كورس. اذا يلا نشوف بقى التست الثاني نعمله ازاي. ده التست الاهم مانسن ساين. بتاسك ذا بيشنت لوك داون. على فكره اي بني ادم فينا بيبص لتحت الابر قالب بينزل مع العين، فاذا انت لازم تدفع عليك بتدفع الجفن كده ومنور. بص ازاي، بص يا محمد اهو بس تحت انا كده مش شايف، اروح عامل كده ومنور كده شايفين النور جاي من ايه كده. كارفيتشر بتاع ليت مارجن ريجولر. طيب اهو الناحيه الثانيه نفس الكلام. بص اهو كده انا شايف ان الليت مارجن سي شيب زي ما انا راسم كده. فاذا هو عنده نيجاتيف مانسر يعني نو كراتو كورنس ريجولارلي كارفيت كورنس. اذا لو انا سالتك على الكربيتشر ده موضوع تافه جدا، يا بروفايل فيو وبعديها مانسن يا تعمل مانسن على طول. انا رايي تبدا بمانسن سايد وبعدين لو هو سالك عايز تعمل حاجه ثانيه او طريقه ثانيه اوعى تنسى قصه البروفايل فيو اكزامينشن. يلا بقى نروح للقصه اللي دايما
لا لا الدايمتر ده لا اللي انا بقوله بس يا جماعه مش حد يطلب دايمتر خالص التست بتاع الاي سي دابس دايما الاي سي دابس بالنسبه لطالب الثوره معاك اي تحس انها معجزه انك تعرفها مع ان التكنيك فيري سمبل وموضوع سهل قوي ومش محتاج اكسبيرينس زي ما انت فاهم او فهموك. هناك طريقتين لإليستنج الاي سي دابس، طريقه محتاج تشوف فيها على الاقل 100 بني ادم نورمال عشان تبدا تحس اذا كان بعد كده في حد شال ولا فيه. دي طريقه تسمع شرحها بس من غير ما تجرب تشوف ولا بيش من اول بني ادم تقدر تقول ده نورمال ولا شال ولا فيه. وهو ده المفروض التكنيك اللي انت تتعلمه وانت صار رابع في حياتك. ايه الطريقه السهله بقى اللي انت الحقيقه تقدر تحكم بيها النوع بتاعك؟ بصوا يا جماعه الحقيقه النورمال اناتومي اور الانتيريور تشامبر بالمنظر ده. انا عارف ان انا كنت طول الوقت بس لكم ناس بتاخد معايا نظري الاول يعني، وده معظمنا بيعمل كده في الحقيقه. نفس السيليا دي بادي كده والايريس كده، الحقيقه المنظر الحقيقي كده واضح ان الروت اوف ايريس اندنتد باكورد. يعني لو ده الايريس شكله المجسم اهو، الايريس بتاعي نهايته مش كده، نهايته كده. شايفين انا رسمه ازاي؟ راجع لورا ازاي؟ طيب انت ستك هتمسك التورش فين؟ الحقيقه لو ده الايز بتاعي اليمين كويس، شايفين ازاي؟ انا همسك نور التورش هنا. ده تمبرال تانجنشال اند بارلل تو ذا ايريس سيرفيس. والله لو تقدر لمبه التورش بتاعتك تلمس الليمبس بيها، يعني تحطها هنا كده يا ريت. يعني عايزك تحطها اقرب ما يكون لللمبس. شوف ازاي؟ اقرب مكان. مش هنا، ده لا هنا اقرب حته، وفي نفس الوقت لا تبقى هنا بص صباعي فين ولا هنا، لازم تكون بارلل. شايفين صباعي فين؟ تيب ماي فينجر فين؟ التيب ماي فينجر عند الاير سيرفيس بداية لاترال. ايه رايك؟ الطبيعي ان اللايت ريز لما تمشي هتنور كل المساحه دي، صح؟ بص معايا، كله معايا هنا موافقين؟ ده اسمه التمبرال هاف اوف ايريس لو دي العين اليمين، وتنور كل المساحه دي. الجزء الوحيد اللي مش هينور فيه اللايت ريز ما بتلفش يا جماعه، يعني الجزء الوحيد اللي هلاقيه مسلم، مسلم يعني لونه اسود، ها؟ يعني هلاقيه عليه لون اسود شادو يعني اللي هو ده. شايفين انا نورت ايه؟ ها؟ شايفين؟ اذا كده اتنورت، لا بس الحته دي، دي بس هي اللي مضلمه. ده النورمال ده. ايه ده؟ يعني لو انا جيت نورت بنور توش لا هو انا هبص منين انا كدكتور بقى؟ انت واقف فين؟ انت منور هنا؟ سيبتك بص من هنا. شايف عينك فين؟ كده. لو لقيت حته مظلمه خالص صغيره خالص اعتبر ده نزل هاف اوف ايريس مش كده؟ ويبقى ده تمبرال هاف. خدت بالك نزل هاف حدود صابعي، صباعين دول ها؟ دول. طيب ايه رايك؟ قد ايه كده ظلم؟ لغايه تلت المساحه النيزل مظلمه، تلت النيزل ده نورمال ده. طيب ايه رايك؟ يعني اذا انا عايز اقول ان الجزء الوحيد اللي هيبقى مظلم هي الحته دي. شايفين فين بدور فين؟ بداوم فين؟ طب ايه رايك بقى لو راجل عجوز واللينس بتاعته عماله تكبر مع تقدم السن؟ دي بقت كده. الايريس راح فين كده؟ ايه رايك لما تنور كده؟ كل ده هيبقى مظلم ولا لا؟ ما هو النور جاي من هنا برضه نفس المكان، كل ده مظلم ولا لا؟ كده؟ يعني بص معايا على الموديل، بص معايا، ايه رايك لو الايريس ده زق كده؟ شايفين طلع قدام ازاي؟ وانت حاطط النور هنا برضه. كل ده منور صح؟ لكن كل ده مش هيوصل له؟ فلو لقيت ان ينزل هارد كله مظلم او معظمه مظلم يبقى ده على طول شالو اي سي. طب بص العكس بقى، لو مفيش لينس خالص واحد قفاكك الايريس ده هيروح فين؟ شايفين واقع ورا ازاي؟ لما تنور من هنا لغايه الاخر في نور ولا لا؟ انا هعتبرها طيب. شايفين ازاي؟ لو الايريس كده ها بير غويط وانت حاطط نور هنا لغايه انا انور ولا لا؟
اذا خلاص التكنيك سهل جدا، هعمله على محمد وبعد كده هلف عليك واحد واحد وانا ماسك نفس التورش. ولو ان ده غلط انا مش هعرف ايه المنطوطه فين بالظبط ولا لا، هتلاقوا على الايرس بتاعي لما همسك النور كده حته صغيره على اللون البني بتاعي مظلمه عشان تاخد عينك على شكل النورمال ده، هتلاقي الموضوع سلس جدا. بص معايا يا باشا، بص التست ده انا شايفها بس يلا وليك واحد واحد. لا بص ده Thank you.
شفتوا يا جماعه؟ شفتوا كويس؟ السودة هي دي ده كده لو هي صغيرة كده بالنسبة لتحت العين كله ها بص صغيرة بص صغيرة ده نورمال عند لو أكبر لو أكبر شوية لو أكبر معظمها أسود يبقى ده شعر تعالوا تعالوا يا جماعة عايزين تشوفوا عشان مش عارف أوصل لكم أصلا ها بص مش هتطلع يا حسن دي شادو كده طيب تعالوا هقول على بعض عشان انا مش منكم كتير مظبوطه ما في ايه ده باين قوي ايه بقى مالك اهو لسه ده ايه نزل ازاي اهو لا لا نزل شكله مش كده لا لا بس زي ما هو لقيت حاجه كده ايه شويه اهو في حته من بدله صغيره قوي ايه ما هو ده ما ده اللي عملته اول مره لا 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 عشان في حته حط له جوه بس خليك ده عبد العزيز بص الناحيه الثانيه طيب طب ما تيجي تشوف شفتيها ولا لا شوف ها تاني اخر مره ها شايفه بص عليها دي كده انها هلال خالص هلال بقى من هنا منور لا ضل ضل اسود في انت لازم تبصي مش عليها عشان تشوفي بس عادي طيب يلا يا جماعه حلو مضلل يعني الايرس بتاعي ده مزول قدام قوي هتلاقي معظم او كل النيزل هات مضلل يبقى ده الشعر لو لقيت نور لغايه الاخر يبقى ده ديب لكن الطبيعي زي ما شفت دلوقتي وريتكم لكم حته صغيره جدا من النيزل هات لو ده النيزل هات اللي هو الجزء ده حته صغيره جدا مضلمه كريسن صغير يبقى ده النورمال ايه ده النورمال دبس اذا دي الطريقه اللي بنعمل فيها الاي سي دبس طبعا نورمال لو ايه ست تايم نورمال مش هجيب لك ولا دي باي ذا واي افتكروا التست ده لما ان شاء الله نعمل اعادة البيشنس يوم الثلاث هوريكم بيشنس دون ديب اي سي هوريكم واحد عنده الشالو اي سي
بنفس التكنيك هتلاقي التكنيك سهل وانت عارف تطلعه. طيب ممكن نشوف الشالو دي ايه كده في الافيكت والصوت. ما هو ده اللي هنعمله ان شاء الله في الميكانيك على البيشنت. لا بالبيت خالص. طيب يلا يا جماعه نروح للتاسك. يلا يا ولاد يلا. طيب نروح للتاسك مهم جدا. ده لما خش الدار بقى ده يلا بيبل بقى عشان نركز. عندنا ثلاثه تاسك ورا بعض. الثلاثه مهمين. الثلاثه فيهم تكنيك مهم قوي وثلاثه نسبه اكبر منكم هتمتحنوا عليهم. الحقيقه ثلاثه تاسك ورا بعض للترتيب. البيبل الابلر ماسل موتيليتي الماسل بالانس. الثلاثه دول مهمين جدا. هنركز قوي عشان نفهم الكلام. وهقول لكم برضو ان في كلام كتير اتقال. هتلاقي شويه في شويه ضربات هقول لك كل القصص اللي اتقالت وانت على حسب انت سمعت ايه هتمشي ورا الكلام اللي انت سمعته في حضرتك. طيب اولا انت عشان تفهم قصه البيبيلاري لايت ريفلكس ها لازم تبقى فاهم. بص يا جماعه لو انا نورت النور التورش بتاعي اهو على العين دي الريتنا بتاع العين دي بتحول الضوء لامبلسز. الامبلسز هتمشي في الاوبتيك نيرف اوبتيك كاز اوبتيك تراك عشان تروح للسنتر اوف لايت ريفلكس اللي موجود في الميمبرين اسمه بريتكتال نيوكليس. البريتكتال نيوكليس بتاع العين دي لما تبقى ستيميوليتد بتبعت امبلسز للسنتر نيرف على الناحيتين فبيحصل مايوزس في نفس العين اللي تعرضت للضوء. ده بسميه دايركت مايوزس. وميوزس في الاذر اي بسميه اندايركت او الاحلى نسميه كونسنس ميوزس. اذا سيادتك لو تنور على عين واحده هيحصل ميوزس في نفس العين وميوزس في العين الاخرى بالتبعيه. الكونسنس يعني تابع. الفكره ان كل بريتكتال نيوكليس بتبعت الثيرد نيرف على ناحيتين. اذا لما انا اجي اطلب منك تست اللايت كابيلاري ريفلكس انا مستنيك تعمل حاجتين. تتست الاول العين اليمين اذا كانت بتريسبوند دايركتلي ولا لا. وطبعا لما انت بتنور العين اليمين يبقى انت تستنج دايركت ريفلكس اوف ذا رايت اي. وفي نفس الوقت لازم تكومنت اذا كانت الشمال بترياكت معاها كونسنسوري ولا لا. وبعدين تعيد نفس التست تعمل دايركت ستيميليشن للليفت اي يبقى انت كده بتست الدايركت ريسبونس اوف ذا ليفت اي وتتاكد ان الرايت اي كونسنسوري ريسبوندنج نتيجه تعرض العين الاخرى اللي هي اليسرى للضوء. وبعد ما تعمل ده الاقيك بدون توقف بتعمل تيست كمان مهم جدا اسمه سوينجينج لايت تيست او سوينجينج فلاش تيست اللي هو اخترعه راجل اسمه ماركس جان. طيب اللي هو بتنور كده دايركت 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 كذا مره. هفهمكم ايه القصه كلها واحده واحده. مبدئيا هاو تو دو الطريقه الاولى انك بتست كل عين على حده بتريسبوند دايركت والاذر اي بتريسبوند كونسنسوري. تعمل ده ازاي؟ يلا بينا نشوف. اول غلطه بتعملوها هعملها قدامكم عشان نبعد عنها خالص. انت نفسك تنور على العين وليكن هتبدا تست الدايركت بتاع العين اليمين. طيب مبدئيا اوعى الاقيك بتنور على العين اليمين كده. ها؟ كده انت بتست تو ريفلكس ات سيم تايم. انا كده رحت عملت هنا على عين الليفت اي تيستنج لللايت والنير ات ذا سيم تايم. كده 0 اوفر 5 خلاص وما كملش التست اصلا. امال النور يبقى عامل ازاي؟ النور لازم يكون كده. اذا الدايركت ريفلكس عشان يبقى لايت ريفلكس اونلي نوت لايت اند نير لازم التورش يكون اوبليك. اوعى تجيبه دايركت كده. والا كده انت هتست الريسبونس اوف ذا بيبل لحاجتين. اصل البيبل مع النير ريفلكس برضه بيحصل معاها ايه؟ فانت يو كان نيفر تيل اذا كان الميوزز ده بتاع اللايت ولا بتاع النير ولا كلاهما. ممكن يكون واحد منهم بايظ. هو ده بيحصل؟ عندنا في الرمد كده حاجه يعني اترحمتوا منها السنه دي ما بقتش موجوده في كتاب الاسم الاديشن الجديده لكن كانت موجوده قبل كده الحقيقه. حاجه اسمها لايت نير ديسوشيشن. يعني هناك امراض اللايت ريفلكس بيبقى لوست لكن النير ريفلكس شغال. يعني البيبل ويل نوت كونستريكت تو لايت لكن ستيل كونستريكتنج
تنير. فاذا نعم، فاذا انت بالتالي لما انت نورت كده ولقيت البيبل فيها كونستريكشن، قد يكون عنده لايت ريفلكس من الشجاعه، وانت اللي شفته ده سيادتك الميوزس بتاع مين؟ النير. يبقى انت كده يو ميس دايجنوز البيشنت، مش كده؟ فاذا بليز لازم الضوء نمبر 1 يكون ازاي؟ اوبليك. الغلطه الثانيه اللي سيادتك هتعملها، لو سيادتك ناوي تعمل اللايت ريفلكس المره دي الدايركت اهو بتاع العين الرايت اهو، بصوا سيادتك هتنور حلو اهو كده. لا لا هو بس يعني حلو ترسل. طيب بص انت كده كويس، لكن بص الغلطه انت كده خليت النور اوبليك، بس انت بقيت كاوبجكت بالنسبه له نير، فكده انت برضو عملت ستيميليشن لنفس الريفلكس النير. امال انت والنور بقى كده، بصوا بص ده الدايركت الصح. يلا التاسع الصح بقى، انا كده مش قدامه والنور كمان مش قدامه، فلو هيحصل مايوزيس دلوقتي احلف ان المايوزيس ده بتاع مين؟ اللايت ريفلكس. اذا اول تيب لو سمحت اوعى تغلط، النور اوبليك وانت كمان واقف بجنبه ما تقفش قدامه. طيب تاني حاجه، انت كده اطمنت على الدايركت بتاع العين اليمين صح؟ طب نفسك تطمن على الاذر اي. هناك اكتر من طريقه وكلهم صح. ايه الطريقه اللي تطمني اذا كانت العين الثانيه رياكتنج كونسنسوالي ولا لا؟ اولا اول طريقه، بصوا انا دلوقتي هعمل ايه؟ دايركت للرايت اي، بصوا هعمل ازاي؟ اهو حلو تمام؟ خدت بالك منور فين وبص فين؟ حسين؟ تاني بس خد بالك انا جيت الناحيه دي عشان اصل انا لو عايز ابص على العين الثانيه يعني غالبا كنت هعمل كده. لا مش عايز ابقى قدامه نير برضه. انا هعمل ايه تاني؟ بص تاني، بص تاني. انا خلاص عملت دايركت رايح في الناحيه دي، شفت العين دي والنور على العين اليمين، كنت ببص على البيبل بتاع العين اليمين. المره دي هحط النور على العين اليمين وفي نفس الوقت ببص على الفيوبل بتاع العين الشمال. شفت ازاي؟ كده. طيب عشان اشوف الناحيه الثانيه بترياكت كونسنسوري ولا لا؟ مش احنا قلنا لو عرضي العين الضوء الثانيه كمان بترياكت؟ فانا عايز اشوف اذا كان الناحيه الثانيه بيحصل ميوز في نفس الوقت مع العين دي ولا لا؟ انا لسه على العين اليمين. بصي انا عملت، بصي يا دكتوره تاني، بصي اهو انا كده حاطط النور هنا مش هنا، النور هنا وبص هنا. حلو ده الدايركت العين اليمين. بس انا عايز اشوف الناحيه الثانيه بترياكت ولا لا؟ كويس؟ هحط النور ثاني على العين اليمين هي هي وابص الناحيه الثانيه. كده اطمنت على حاجه كونسنس ولا لا؟ عايز التست ثاني بقى، عايزه ازاي؟ انور هنا كده واشوف الدايركت بتاع دي، وبعدين اروح انقل انا الناحيه الثانيه، انور كده وابص على دي. طيب دي طريقه لو انت عايز تشوف الكونسنس. الطريقه الثانيه ممكن تعمل من غير ما تنقل، يعني ازاي؟ اهو كده يعني بصيت هنا وبعدين ابص الناحيه الثانيه وانا حاطط النور. الطريقه الثالثه بقى عايز اقول لك ان الطريقتين دول يعني انا ما نقلتش، يعني ما نقلتش، يعني بصيت في نفس النظره، بصيت كده وبصيت الناحيه الثانيه بسرعه كده وكده. طيب الطريقه الثالثه اللي انا شخصيا بعملها الحقيقه، لان الطريقتين دول انا ما بشوفش منهم فيهم طريقتين ثانيه، يعني ابقى بضحك عليك. طيب وعايزين تتاكدوا، تعالي انا هنور على العين دي، عايزك تبص لي على البيبل بتاع العين دي بتعمل ايه؟ اقف ناحيه دي، حاول تبص على البيبل، خليك عينك اهي، شايفه حاجه؟ مستحيل. هما هيقولوا لكم كده، واعتقد المعظم هيقول الطريقه الاولانيه، تنور هنا وبص هنا الاول وبعدين تعيد التست تاني، وانت تنور هنا تروح بص هنا على طول. مش هتشوف صدقني، مش هتشوف، لان عارفين عارفين كلاسيك اوف ذا كلاسيك، لما تست اللايت يبقى ريفلكس كده غلط كمان. عايز تشوف اللايت يبقى ريفلكس؟ بص بقى اذا كان النور منور ايه اللي مش شايفه الدنيا مظلمه. تخيلوا بقى كمان لو انا بعمله بطريقه بروفيشنال، انتوا عارفين بيعملها ازاي بقى؟ نعملها كده، بص ازاي، بص ازاي. دي الطريقه الثالثه خلاص. بص النور فين؟ بعيد قوي، انا برمي سورس اوف لايت،
عشان بس المح اقدر اشوف البيبل. اوعى تروح حاطط النور هنا كده كده انك تعمل دايركت كامل. خد بالك النور من هنا او من هنا من اي مكان بعيد، المهم بس يبقى في سورس اوف لايت عشان تقدر تلمح. هتقولي طب وانت هتشوف ايه؟ اي حاجه بتحصل حلوه. يعني اي حاجه بتحصل؟ المهم حاجه تحصل. يعني بص انت نورت هنا صح؟ ايه اللي حصل هنا؟ بايودس وناوي تشيل النور بسرعه وتنور من هنا. ريموف السلايد بعد ما يوز يحصل ايه؟ لو سيادتك ايدك سريعه جدا احتمال تلحق البيبل دي وهي في اخرها وتقفل، واحتمال لو كنت اتلجحت شويه في الطريق. يبقى ريموف السلايد من هنا خلى البيبل تبدا ايه؟ كونها بتتحرك يبقى اصلا كانت رياكتنج ولا لا؟ هو ده انا عايز اشوفه. لكن لو ثابته في مكانها متنحه يا ما كانتش رياكت. اذا ايا كان بقى رحت بسرعه او رحت ببطء المهم انها بتتحرك. طيب مين فيكم سمع اي طريقه بالثلاثه؟ اول اثنين ها؟ بس انك تنور من بعيد دي ما حدش سمعها خالص. الثالثه سمعتها؟ هتنورها عشان تنور. طارق طيب الطريقه الثانيه؟ طيب خلاص انا قلت الثلاث طرق والثلاثه صح. بص يا جماعه ثاني ثلاث طرق ثاني الثلاث طرق ثاني وكل واحد سمع طريقه في وحدته هيقولها. طب انا سمعت الثلاثه. لا يا سيدي بص ما هو بص انا بفهمكم يا جماعه خلي بالك الثلاث طرق صح. انا لما جبت الدكتور عشان تشوف انا كنت بحاول اثبت لكم انك انت لو انت في عيادتك كدكتور دراما بتمارس المهنه بصوره بروفيشنال وبالتالي جالك بيشنت وانت عايز تشوف فعلا في رياكتنج ولا لا انت مش هتمثل انت لازم تبقى شايف. لكن في الامتحان اللي جاي سيادتك هتعمل التكنيك اللي قال لك عليه لان انت ليك عنده الدرجات وفي الاخر هتقول له رياكتنج وانت مش شايف حاجه. حلو كده؟ يعني حتى لو مش شايف قول له رياكت. اه يحصل لازم يحصل رياكت. يحصل طيب يلا يا جماعه خلاص. انت سمعت مين فيهم؟ ثلاثة؟ سمعت ثلاثة؟ حلو قوي، اعمل لي أي حاجة، طالما ثلاثة كام؟ وهتقولي أنا سمعتهم، أصل الفكرة في إيه؟ ما ينفعش تقولي أنا سمعت الكلام ده في درس برضه. لكن طالما اتقال عندك اللي هو قال لك بعد بشرح لك الموضوع. هو عندي أساس بس. ثلاثة بشرح. أيوه أنا بقول لك أهو. اعمل لي أي حاجة بقى. يا جماعة هو أنا كلامي مش واضح يا شباب. ده احنا أعلى كيو في البلد يعني. وانا هنا من ايه؟ كلامي مش واضح دلوقتي. انا بقول الثلاث طرق ليه؟ اسمعوني بقى ركزوا عشان افتكرت شورت. الثلاث طرق علشان اي واحد سمع طريقه منهم لو ما فيش غيرها هيعمل الطريقه دي. لكن لو انت في وحدتك سمعت طريقتين او ثلاثه تعمل اي واحده فيهم هي كفايه واحده. اختار اللي يريحك انت اللي انت تعرف تعمله بطريقه سهله وسلسه. في الاخر انت في كل الاحوال هتقول لي ان بوز بيوبلز R D and C. الكومنت ده regular reactive rounded regular reactive directly and consensually. يعني الرياكت بترياكت كويس للنور الدايركت وكمان بترياكت بالتبعيه لتعرض العين الاخرى للضوء. حلو كده؟ ده الكومنت اللي هتقوله. شوف التكنيك اللي يعجبك. ليه بقول لك شوف اللي يعجبك؟ طالما الثلاثه اتقالوا عندك بالوحده بتاعتك الثلاث طرق دول يبقى سيادتك لما تيجي تعمل اي حاجه منهم لو حد من الناس اعترض قول له حاجه انا سمعتها هنا في الوحده. فانت هتتبعك ان في شهود ان في ناس قالوا الكلام ده هنا. لكن لو ما اتقالش عندك الطريقه دي في الوحده وجيت تقوليها وقال لك انت جبتيها منين انت بتقرري ده اللي انت هتقوله؟ قول قول يا طيب يلا تاني اخر مره اخر مره. التكنيك تاني بسرعه بتاع الدايركت كونسنسور عشان اقول لكم التكنيك اللي بعده بعد. بص معايا تاني اول طريقه اول طريقه اهي انا هعمل دايركت هنا كويس وبعدين ابص هنا كده انا عملت دايركت وكونسنسور اقدر وبعدين اعمل دايركت هنا. شفت الدايركت على ايدي اروح تاني جاي عامل كده وبص ناحيتها دي طريقه خلاص. الطريقه الثانيه هنور دايركت كده كويس ونور كده وابص الناحيه الثانيه على طول واروح جاي هنا عامل دايركت هنا وبص الناحيه الثانيه على طول.
الطريقه الثالثه اللي انا شخصيا بعملها، انا ما بقولش غيرها على فكره، لان انا عارف ان انا مش هشوف، انا مش هشتغل عيني، لازم انا شايف انا بعمل ايه، مش هقول تيست وخلاص. هو انا مش بعمل، احنا مش محتاجين نمثل دلوقتي، خلاص تمثيل عصر التمثيل خلص. طيب اهو كده اقدر اشوف الفيلم بتاعك ولا لا. طيب اذا كده هشوف بقى، لو لقيتهم الاثنين رياكتنج هقول بوز بيبلز ار يعني راوند ريجولر رياكتيف دايركتلي كونسنس. لكن هل كده التست خلص؟ لا. ليه؟ لان قد يكون درجه الميوزس لما حطيت النور هنا وهنا، انا كده بستعمل الافرنت بتاع العين دي كده، مين اللي بيستعمل الضوء هقول ايه بس اصلا لما احط النور هنا، الريتنا بتاع العين دي والاوبت نيرف بتاع العين دي اللي بيوصل. فهشوف الميوزس بناء على ترجمه الريتنا لكميه امبلسز بالنسبه للمب للتورش دي، وليكن مثلا الريتنا دي حوالتها 100 امبلسز، فانا بترجم بقى الريسبونس على ضوء العدد ده. لازم اخد بقى اللمبه الناحيه الثانيه، لما خدتها هنا قد يكون الريتنا هنا ترجمتها مثلا ل 50 امبلسز بس، يبقى الريتنا هنا فيها مشكله ولا لا؟ بس طالما ترجم الضوء لامبلسز يبقى في رياكشن برضه ولا لا؟ بس طبعا الرياكشن هنا لما حطيت النور نفس اللمبه دي حطيتها هنا، الرياكشن في الناحيتين كان اضعف عن لما كان النور على عيني. اتاكد ازاي؟ اللي هياكد لك بقى اذا كان في اختلاف ولا لا السوينجنج فلاش تيست اللي عمله مركز جامد. قال لك يعمل ايه بقى الراجل ده؟ بعد ما خلص القصه دي حط النور هنا وشوف الدايركت هنا وبص على الناحيه الثانيه كمان بالمره كونسنسور، وبعدين تحط النور هنا شوف الدايركت هنا بص على الناحيه الثانيه هنا كونسنسور. لازم تعمل الاتي دايركت 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 أربع خمس مرات ورا بعض. الراجل ده عمل كده ليه؟ قال لك معتمدا على معلومة معروفة جدا في الفسيولوجي إن أي ريفلكس بتعمل له ريبيتيشن بيحصل له إكزوشن. حلو كده؟ عارفين التندون جيرك يمكن ده أكتر حاجة أنتوا عارفينها. لما تقعد واحد يحط رجل على رجله وتخبطه بالهامر هنا تلاقي رجله تروح ضربة. جرب بقى تعمل التست ده 10 مرات ورا بعض. نفس درجة الخبطة يخبط تلاقي أول مرة رجلك بتعمل كده. المرة اللي بعديها كده. المرة اللي بعديها كده. المرة اللي بعديها كده. المرة اللي بعديها كده. إذا كل مرة عمال إيه؟ يضعف بس بيحصل ولا لأ؟ فإذا لو أنا جيت على إنسان نورمال إحنا، بص بقى التست ده هيحصل فيه إيه في النورمال عشان أقول لك في الأب نورمال هيحصل فيه إيه؟ نورت هنا يبقى أنت بتختبر الريتنا أو الأوبتيك نيرف بتاع العين دي، مش كده؟ حصل مايوزس هنا وهنا صح؟ مشيت بالنور. طالما شلت النور يبقى المايوزس فولو باي إيه؟ صح؟ البيبر توسع هنا وهنا. حطيت النور هنا كده بتستعمل الريتنا والاوبتيك نيرف بتاع الناحيه دي صح؟ هيحصل مايوزس هنا وهنا. مشيت بالنور ميد ريجز حطيته هنا هيحصل مايوزس، بس المايوزس المره دي ايه؟ اضعف شويه، خصوصا انك بتاخد البيبل تقفلها من وضع وهي بتوسع مش من وضع الثبات. فاذا هنا يعني كمان يعني مش بس انك بتعيد التست، لا لا ده انت بتحاول تقفل البيبل بتفتح، بس هيحصل مايوزس اضعف شويه بس هيحصل مايوزس. ها مدريزس مايوزس اضعف، مدريزس مايوزس اضعف، مدريزس مايوزس اضعف، بس كل مره لازم ايه؟ مايوزس. تخيل معايا بقى لو انا عندي مرض هنا، حلو كده؟ نورت. طالما المرض هنا في الريتنا او الاوبتيك نيرف يعني في الافرنت، مش كده اللي رايح اسمه افرنت؟ كده ترجمه الضوء لامبلسز هيبقى قليل، فالمايوزس هنا وهنا بالتالي ضعيف. مايوزس ضعيف فولو باي مدريزس ضعيف. فلما تروح تنور هنا دي سليمه ولا لا؟ لا دي سليمه، يبقى ترجمه الضوء لامبلس عدد ايه؟ كبير، فهيحصل مايوزس حلو قوي قوي هنا وهنا. شلت النور المايوزس القوي يبقى فولو بمدريزس قوي. رجعت هنا هو من الاول كان ضعيف هيبقى اكثر ضعفا، بس هيحصل بضعف اكثر من المره اللي قبليها. مايوزس زهبل قوي ومايوزس زهبل زيه هنا. مشيت يبقى مدريزس زهبل قوي. جيت هنا مايوزس محترم تاني لان عندي سليمه هنا وهنا. مشيت مدريزس محترم. دي بقى دي ثالث مره هو من اول ضعيف، ثاني مره اضعف، ثالث مره تحط النور تلاقي والنور محطوط البيوبل بتوسع. ايه ده؟ وكان الريموفال اوف لايت من على النورمال اي، وبالتالي المدريزس اللي هيحصل نتيجه الريموفال اوف لايت بقى اقوى لاول مره من المايوزس. واقول ضمن النور موجود البيوبل بتفتح. فهمتوا الفكره؟ انه عاد التست عشان يخلي التست او المايوزس الضعيف يبقى اكثر ضعفا، فالبيبل تفتح قدامك وانت حاطط النور، وده لا يجوز في النورمال ابدا ابدا، لان انتوا عارفين معلومه ان العضله اللي اسمها كونستريكتور ماسل اقوى من مين؟ من الدايليتور. فكون البيبل بتفتح اصلا والنور محطوط
يبقى الميوز استهبل قوي، يبقى الرتنه فيها مشكله اكيد. شفت ازاي؟ اذا دي فكره مركز جن. اذا عشان كده انت يحارب انك انت تعمل التست اللي اسمه ايه؟ سوينجينج فلاش تيست. بصوا التكنيك بقى، قبل ما اقول لك التكنيك اكتبه السطر ده عشان تقوله في الاورال في الامتحان. هيقول لك انت بتعمل التست ليه؟ هو ده السؤال، فانت لازم تبقى جاهز بالاجابه عشان تقول جمله كده محترمه. اكتب بقى on doing swimming flash test. The pupils will continue mid races instead of meiosis on exposing the diseased eye to light. هقول الجملة تاني. Ongoing swimming light flash test. The pupils will continue mid races instead of meiosis on exposing the diseased eye to light. بص انتوا كتبتوا ايه بقى؟ بص ترجمت اللي انت كتبت. لما عملت السويمنج تيست يعني مرجيح رايح جاي اكتر من مره، في مره منهم لقيت البيبول ايه؟ بتوسع بدل امتى؟ والنور محطوط على اي عين؟ على الديزيز لاين زي اللي احنا قلناه. بص بقى التيست بتعمل ازاي؟ التاني ده. وهنا عايز برضه اعدل لك حاجه عشان دي حاجه تانيه حقيقه، لكن يلا بص هعمل السوينجنج دلوقتي قدامك. بصوا دايركت 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 دايركت، كفايه ثلاث اربع مرات مش هنقعد بقى اسبوع في نفس المسجد. يفضل لغايه لما تزهقني عشان امشيك. ها؟ لا، هم ثلاث اربع مرات كفايه. والحاجه الثانيه عشان برضه ما تبقاش يعني الدنيا مقزمه قوي، انا خدت بالك عملت لك السوينج ازاي؟ دايركت دايركت. في بقى انا شخصيا بعمل سوينج كده. انت حر، عايز المرجحه من فوق من تحت براحتك. عشان بجد والله في ناس يقول لك لا انا لو عملت كده مفيش حاجه اسمها كده، المهم انك تعمل وخلاص. اتشرحت لك بقى المرجحه من فوق من تحت اعمل اللي يعجبك. طيب فهمتوا بقى؟ فهمتوا مركز جنب؟ وضحت؟ طيب يلا الاكثر موتيليتي. خلاص يا ولاد بصي، على مر التاريخ ما بنجيبش طالب سنه رابعه حتى عنده سبتيل ستايمنت ليجن. ممنوع، مش عليك اصلا فاندس اكسليشن خالص، ولا عليك امراض اللاتر اصلا كلينيكال براكتس الا كوره ممكن. هيجيب لك بيت اوكلوجن اصلا والدنيا مخلصه سهله، لكن بيشنت نيفر. انا هجيب لك بيبلز رياكتيف راوند ليجل رياكتيف، عشان كده هتقول كومنت كده راوند ليجل رياكتيف دايركت كونسنسري. وبعد طبعا ما تكوني عملت مركز جنك هتقول نو ار اي بي دي، يعني نو ريلاتيف ابل راوند ريجول رياكتف دايركتلي اند كونسنسفول. وبعدين نو ار اي تي دي نو ريلاتيف افريم امبيريتيف. طيب يلا اوكلر موتيليتي. يلا يا ولاد يلا، عشان هنا برضه في اختلافات كتير. هقول برضه في اختلافات هقول. You have to test the ocular motility binocular and then uniocular. في ناس هيقول لك اعمل العكس. في الحقيقه مش هتفرق. انا عندي اعتراض اصلا انك تفحص اليوني اوكلر موتيليتي الا وين نيدي. ولو انت عندك منطق تفحص بيه اليوني اوكلر موتيليتي يبقى بعد الباينوكلر. احنا في عيادتنا عمرنا ما بنفحص يوني اوكلر الاول وبعدين باينوكلر. او عمرنا ما بنعمل الاثنين روتين، هو الباينوكلر. ولما الاقي مشكله في الباينوكلر اعمل يوني اوكلر بالعقل والمنطق. ايه رايك؟ لو انا بتست واحد عينين الاثنين يلا في كل الاتجاهات العينتين اتحركوا. يبقى كل واحدة لوحدها مش هتتحرك. يعني ايه ده؟ يعني لو الاثنين راحوا في كل الاتجاهات يبقى اكيد كل واحدة منهم هتروح في كل الاتجاهات. يبقى انا ليه اجهد العيان واعيد نفس التست مرتين؟ مفيش مهم. لكن انديكيتد قوي انديكيتد قوي لما الاقي مع الباينوكلر موتيليتي في عين منهم في اتجاه معين مش عايزه تروح. ساعتها اعمل لها تيستنج لوحدها. ليه؟ احتمال تروح في الاتجاه ده لوحدها.
دي حاجه اسمها كروس فيكسيشن، وهو ده الانديكيشن انك تست اليوني اوكلر بعد الباينوكل. يعني ايه رايك؟ انتوا عارفين قاعده ان المخ لازم يجيب الصوره على الماكرو اتليست ان وان اي، صح؟ وانت عشان تتست الموتيليتي بتطلب العيان يقفلوا اوبجكت قلم او تورش في ايدك. فافرض عندي عين كده وعين كده وجبت القلم من ناحيتي، فلقيت دي مشيت كده ودي وقفت كده ما كملتش الحركه، فانت بالنسبه لك نفسك تقول ان في ليميتيشن اوف ابدكشن، نفسك تقول ان اللاتر ريكتس بتاع العضله دي مشلوله، فتروح عامل كده والتست تاني تحط الاوبجكت من ناحيتي، احتمال تلاقي العين دي راحت عامله كده. الله اشمعنى دلوقتي؟ اصل دلوقتي لما العين دي كده ودي كده وجبت الاوبجكت ناحيتي، البرين ادى اوردر للاتر ريكتس والميديا ريكتس بتاع العين دي يبصوا ناحيتي، فادى خمسه امبلسز دي اتحركت حركه بسيطه شافت الاوبجكت دي. لسه عشان تجيب الاوبجكت محتاجه تتحرك حركه كبيره قوي، فلما الاوبجكت جه على الماكله بتاع العين دي المخ اتفق قال لك وقف بقى خلاص كفايه عليا الماكله دي، فالعين دي وقفت في النص. لكن لما تحرمه من دي وقف قدامه غير دي فيلا لازم يكمل، فكمل فتكتشف ان العين دي وقفت عشان العين دي عملت كروس فيكسيشن. يعني ايه كروس فيكسيشن؟ يعني بدات تبص بالنيابه عن العين دي ناحيتها، مش هو الاوبجكت على اليمين والعين دي اليمين، فبدات تشوف يمين مكان العين دي، فلما تحرمه من دي دي تكمل. ساعتها بقى لما تعمل كده وتلاقي دي مش عايزه تروح، احلف بقى ان في ليميتيشن، احلف ان ده ايه؟ باراليز. هنا انديكيتر، يبقى انا كده بعمل، عارف انا بعمل ايه. لكن لو الاثنين راحوا كده راحوا كده، لما تعمل كده يعني دي مش هتروح ليه؟ ما هتروح مش كده؟ فاذا لازم يكون في كونسبت. لكن احنا بنعلمكم يعني ماشي هنقول كل حاجه وخلاص، يلا كل حاجه وخلاص ازاي؟ بصوا معايا الباينوكلر موتيليتي نمبر 1، اوعى تنسى انك انت لازم كل مره تبدا من البرايمري بوزيشن اوف جيز اللي هو ايه؟ ستريت فورد. ببدا كده واطلب من البيشنت يفولو ذا اوبجكت يمين وارجع للسنتر، شمال وارجع للسنتر، يمين فوق، ولازم يكون الاوبجكت في حته العين شايفها، فبلاش تعقدونا بقى وتلاقي الاوبجكت هنا مثلا، لازم يكون كده. اهو انا اروح ارجع للسنتر. هنا فيك انك تمشي بطريقه من اثنين، يا يعني تكمل مقص بقى شمال تحت، ولما هنا عشان تتاكد انك تروح لازم تعمل كده عشان تشوف، مثلا مش هشوف غير كده، ترجع للسنتر شمال فوق ارجع للسنتر يمين تحت وترجع للسنتر، ويا ريت كمان اب دايركت اب ترجع للسنتر ودايركت داون وترجع للسنتر، ولو ان اخر الاثنين دول مش مهمين. شفت ازاي؟ طالما انت تستد اب اند اوت، يمين فوق يمين تحت شمال فوق شمال تحت، خلاص طالما الاثنين راحوا خلاص. لكن يعني احنا عايزين نقول لهم ان هم ميني سته، لكن في ناس في الامتحان يقول لك لا هم تسعه، تسعه كارنال دايركشنز. السته اليوجوال يمين سنتر شمال سنتر يمين فوق سنتر يمين تحت سنتر شمال فوق سنتر شمال تحت سنتر، دول السته. لو قال لك لا هم تسعه اقول له اه تسعه، هتعتبر البرايمري بوزيشن ده واحد، ما انت كل مره بترجع له، والدايركت اب والدايركت داون دول كمان اثنين، يبقى كده تسعه كاردنال. لكن اليوجوال معظم الناس هيبقوا مستنيين شويه فين؟ سته. وبليز كل مره ترجع للسنتر، وبليز بالراحه بلاش مراجيح بقى، ها تقعد تاخد العيان تلففه حوالين نفسك وبالراحه، بلاش السرعه هي تمثيليه، بس انا هتضايق قوي لو تعمل كده، ما انت مش هتلحق تشوف حاجه، ما انت لازم تقيم العين راحت ولا لا، هتقيم ازاي لما انت حاول العيان معاك بالراحه. يمين بص يا اهو عامل على محمد، يلا يلا شايفين الريد؟ ده هدوء ورزانه كده، ها كده كده مختار، ها لكن اسرع من كده لا، انت ما تحسش. بص على حاجه انت جاي تشتغلني. طيب توقع بقى وانت شغال يقول لك اثبت، قول لي بقى مين عرضين حركه العينتين في الاتجاه ده، ده اسوء حاجه في الموضوع، والعب بقى مفيش حاجه مش كده؟ طيب
طيب اذا لا باينوكل. طيب حلو. طبعا لو انت عايز تعمل تيست على الوضع اللي عندك وقلت لك في حاجه ناقصه يبقى دايركت اب ودايركت داون. طب دكتور هو بيقول حاجه ناقصه ممكن ينقصني وما يعرفش ايه ده؟ عشان كده انا بقول لك هم لما شرحوا التيست اللي دخل قال لك 6 ولا 9؟ هو ساعات حد بيخش يقول حاجه وساعات حد انت ساعات مش فاكر مين قال ايه؟ بالظبط. حلو قوي. قول له حضرتك انا هتست في 6 كارنت دايركشن لكن كمان في دايركشن 2 دايركشن دايركت اب ودايركت داون. بس كده انت عرفنا حاجه. نعمل التيست على 6 وقول له كمان في دايركشن عرفنا انك انت عارف عشان ما يبقاش عندك الفهم. وقول له علشان في ناس قالوا كده وناس قالوا كده عادي جدا طالما انت جايب كلام دوكيمنت من الوحده بتاعتك قوله ما تتكسفش. يا جماعه بليز خليك يعني عارف من اين توك بيكتب. هو ده الفرق. الامتحان الاورال والكلينيكال ده ماتش شطرنج في الحقيقه. يا تطلع كسبان يا خسران انت وشطارتك. يعني انا دلوقتي داخل امتحن وعارف ان في ناس قالوا كده ومش فاكر بقى الامتحان ده قال لي 9 ولا قال لي 6. اقول له حضرتك انا عارف التست كويس قوي عارف التكنيك في 6 بس في ناس قالوا لنا برضه حضرتك يعني ستاف قالوا لنا ان احنا نعمل 9 فانا عارف ان في كمان دايركت اب ودايركت داون. انت كده بتكلمه بمنتهى الادب بمنتهى الذوق وعرفته ان في ناس قالوا وانا عارف التست بيتعمل ازاي وعملت التكنيك مظبوط. هتفتكر هيفتري عليك ليه؟ ما خلاص انت بتكلمه بكل احترام وبتقول له اللي انت عارفه وبتقول له انك سمعت برضه كده. فانت بقى مع المدرسه دي انا عارف لك اقول اللي انت عايزه مع المدرسه انا عملت لك اللي انت عايزه خلاص. فهمت ازاي؟ ده لو انا مكانك هعمل كده. أنا لسه أقول أهو كده أنا عملت التست لحاجة اسمها إيه؟ فيرجن. بصوا فيرجن اللي هو السيمالتينيس أو الداينوكلر موتيليتي إن ذا سيم دايركشن. يو هاف تو تست حاجة اسمها فيرجنس. إيه الفيرجنس؟ إنك أنت تست الكونفيرجنس والدايفيرجنس. بص إزاي؟ تبدأ تقول للبيشنت فول الأوبجيكت وتقربه من عينه. بص أنا هعمل إزاي دلوقتي بص على وشي كل ما أقرب أوبجيكت ده كده ايه؟ وبعدين بعد ما تقرب كده تقول بص على حاجه في اخر الاوضه. شفت ازاي؟ انت عشان تشوف الدايفرجنس على فكره لان الدايفرجنس دي حركه فيري مينيمال خليها تيجي بعد الكونفرجنس. يعني خليه كونفرج الاول وبعدين فجاه اقول له بص على حاجه بعيده عشان انت تعمل كده. ده الدايفرجنس. لكن الكونفرجنس عشان اوضح خليه بص الاول على حاجه قريبه. بص معايا يا محمد بص على الاوبجكت. بان قوي. شوف قلت له بص بره بان قوي الدايفرجنس. غير كده الدايفرجنس صعب تشوفه. فاذا قرب اوبجكت خليه يبص عليه وبعدين قول له بص. تلاقي انه بان. شوف ازاي؟ كده انا اطمنت على الفيرجنس. طيب؟ خلاص؟ بعد كده تعمل اليوني اوكلر بقى. وهنا بقى ده الكلام المونو اوكلر ده المونو اوكلر تبدا تغطي عين ايه وتبدا تعمل نفس الدايركشن اهو. هنا بقى مش هتروح في النص انت هتروح قدام العين السنتر اوف ذا اي. يعني هنا قدام قدام السنتر اوف كورني. اذا الباينوكلر الاوبجكت لازم يكون قدام النوز لو باينوكلر موتيليتي. لكن لو يوني اوكلر غطيت دي بقى الاوبجكت فيز. وابدا بقى يمين سنتر شمال نفس الكلام مش كده؟ اذا المونو اوكلر هي زي الباينوكلر بس كل عين على حده. طيب اللي سمع فيكم ان هم عايزين التست اليوني اوكلر الاول وبعدين باينوكلر بليز اعمل له كده. واللي ماشي عايز اليوني اوكلر باينوكلر الاول وبعدين مونو اوكلر اعمل له كده. واللي عايز باينوكلر بس وعلى ضوء هتعمل وتكرار بروفيشنال اعمل له كده. بليز علشان تبقى انت خلاص انا بقول لك كل الطرق كل الكلام اللي اتقال عشان ما يبقاش اي ديفكت وراك. طيب قربنا خالص والله خلاص. ماسل بالانس يلا بقى عشان هنا في ناس كتيره بتضيع درجات في التست ده مع انه المنطق فيه فيري سمبل. الماسل بالانس نمبر 1 عشان اقدر اقول سوت سايد توكس يلا دلوقتي ماسل بالانس هو علاقه تو ايز توجذر. وهناك قانون تست دستور عندنا في الرابع اسمه الهرشبرج. الهرشبرج ده لما تنور بنور التورش المفترض نور التورش يبقى فين؟ في السنتر اوف بيبل. ده طبعا لو البيشنت طبعا نسيت اقول لكم على معلومه مهمه قوي انا اسف في البايلوكولر في التستنج الاوكلا موتيليتي. هتلاقي في ناس كانت بتتشدد قوي وتقول لك اثناء التست وكانها خطوه نسيسري لازم تحط ايدك في ورث العيان. لا طبعا لا طبعا ده كلام تحليل.
والله العظيم اللي قال كده بيهرب، لان ببساطه شديده جدا عندك قاعده اثريه في الطب: don't touch the patient الا when needed. افرض يا اخي البيشنت بتاعك طلبت منه يفولو الاوبجكت بتاعك بعينه بس ونفذ زي محمد عمل. هو انا حطيت راس محمد قلت له بص على النور او بص على الاوبجكت، بص بعينه، ليه اخنقه واحط ايدي على راسه؟ لكن لما الاقي البني ادم بتاعي بقول له بص بعينك بس، لقيته عمال يعمل كده، ده عندي كده ثبت راسه بقى. فاذا لازم تعمل تجربه الاول لعله يكون كده تعقد اهو، تحط ايدك على راسه تضايقني ليه؟ انت ما انت مالك براسي يعني؟ انتوا فاهمين يا جماعه انا بقول ايه؟ يعني اظن دلوقتي الفكره عندكم يا جماعه، يا جماعه هو بالعقل انت تقول طيب الكلام بيتقال صح ولا غلط؟ هل هتحط ايدك على راسه ده ظلم التست؟ تستب عشان تاكد التست يبقى يطلع بطريقه مظبوطه. فلو العيان بيحرك عينه مش راسه احط ايدي على راسه ليه؟ فاللي بيقول لك كده بيعلمك غلط. اذا لكن خلاص لو قال لك حط ايدك على راسه حط ايدك على راسه، لو ده هيريحك زي الهيرشبرج بالظبط. لو قلت الهيرشبرج ده التست الدستور بتاع السكوينت ماسل بالانس، ها بص معايا مبدئيا عشان تعمل هاش باك صح وتحط نور التوش صح وتقدر تقيم فيه سكوينت ولا لا، ما ينفعش النور لا يبقى فوق ولا تحت. فبالتالي التست ده لازم تكون نفس الليفل بتاع البيشنت، ما ينفعش البيشنت يبقى قاعد وانا واقف كده، ما ينفعش هو واقف وانا قاعد، لازم اكون نفس الليفل. يبقى نزلت ازاي عشان ابقى نفس الليفل؟ انا والنور، ما ينفعش النور من فوق ولا من تحت. كمان العيان ما ينفعش يبقى عامل كده او كده او كده، يعني ابنورمال هيد بوزيشن، ولا ينفع يكون محرك عينه كده ولا كده، لازم عينيه ستريت فورورد، فيس ستريت فورورد، الهيد مفيش اي ابنورمال او كومبنساتور هيد بوزيشن، لازم راسه معدوله وشه فيس فورورد، عينيه باصه دايركتلي فورورد ونور التورش قدام. فاذا اهو. طيب هقول للبيشنت ايه؟ اوعى تنسى نقطه مهمه قوي، يو هاف انك تست المسل بالانس لتو ديستانسز فار اند نير. لازم تقول له بص على الاوبجكت قدامه في مباشره في اخر القاعه، بص على القاعه محمد اهو، بص على اخر القاعه، انا حاطط النور في النص عند النيزل بريدج وانا بص نفس الليفل النور جوه البيبلز، بص على النور بص عامل كده على طول، يعني هو بص هناك يعني كده عمل كده سنه، اتاكدت ان في التو بوزيشنز اللايت فين؟ في السنتر. كده معناها ايه؟ بيبقى نورمال. غلط. ده معناه ان هو he has no manifest squint، يعني ما عندوش سكوينت حقيقي، لكن قد يكون ما عندوش نورمال ماسل بالانس، قد يكون ستيل عنده امبالانس، عنده نوع سكوينت اسمه ليتنت سكوينت. فاذا انا كده طالما عن الاثنين اللايت جوه السنتر اوف بيبلز ما عندوش مانفست. طب اتاكد ازاي؟ اذا الهرش بقى فقط عشان تفصل في سكوينت حقيقي طول الوقت ولا نو سكوينت طول الوقت، لكن ستيل هناك نوع اسمه ليتنت. ايه ليتنت ده؟ ليتنت في ماسل امبالانس بس المخ هنا بيصلح الامبالانس ده علشان يحافظ على تو ايز توجذر، لكن هناك عضل اقوى من الثانيه، وعشان تكشف اذا كان النهارده موجود ولا لا لازم تحرم البرين من الميزه اللي بيحارب عشانها. البرين بيعمل كده وبيحافظ على البالانس عشان يفضل محتفظ بقيمه اسمها سنجل باينوكلر فيجن. فاعمل له ايه؟ تقول له يلا بص كل عين شايفه اوبجكت مختلف، العين دلوقتي دي لسه شايفه نور التورش اللي انا منور بيه، والاذر اي كفرد ماي بالم كف ايدي، وبالتالي كف ايدي ونور التورش ار تو ديفرنت اوبجكتس. اول ما البرين يكتشف انه مش مستفيد بقيمه السنجل باينوكلر فيجن اون ذا سبوت يبطل يبعت الامبلسز اللي كان بيبعتها للعضله الضعيفه عشان ينشطها عشان تقدر تقاوم العضله الاقوى، فتلاقي العين اللي عندها الكفرد بدات تمشي. ايه ده يعني؟ النورمال اذا لما ضغطت له عين دي وبعدين مره ثانيه ضغطت العين الثانيه، انت بتبدا تغطي دي مره ودي مره، تيجي تست مرتين يعني، هتلاقي التو ايز ثابتين، العين الاندر كفر امين، تشيل دي تطلق صراحة يعني تشيل ايدك كده تلاقيها ثابته، وتيجي تعيد الكفر هنا تشيل ايدك تلاقيها ثابته. ليه ثابته؟ لان النورمال فينا العضلات بتاعته موزونه بالانسد باي دير تون. تون ده عباره عن ايه؟ تون ديفينيشن، ده باسيف مينيمال contraction of the muscle with no influence by the brain. يعني عضلاتك كده طول ما انت على فايده الحياه لو مش عامله اكتف كونتراكشن فيها مينيمال كونتراكشن اسمه تون، وده من غير تدخل البرين. وبالتالي هنا طالما سيادتك حاطط نور قدام والعين دي معدوله وبالتالي دي زيها، حتى لما تخلي كل عين تشوف اوبجكت مختلف
طالما العضلات موزونه من غير تدخل البرين هتفضل ثابته مكانها. لكن لو انا بقى عندي ايه بالانس، عندي عضله اقوى من عضله، لما تيجي تغطي عين والبرين يكتشف ان كل عين شايفه ديفرنت اوبجكت، هيبطل التدخل اللي بيعمله بقى اللي عنده ليتنت. البرين بيبعت امبلسز اكسيتاتور للضعيف وانهبيتور للقوي عشان يرجع البالانس المفقود. فساعتها لما يبطل يبعت امبلسز، العين اللي عندها الكبر تقدر تتحرك على حسب مين اقوى بقى. لو ريتنت اقوى تتحرك لبره، ميديا اقوى تتحرك لجوه. لما تيجي تشيل ايدك بقى انت كانك بتدي انفورميشن للبرين ان رجع تاني استيميوليت باي ايه؟ سنجل اوبجكت. فيقول له ايه؟ لا ارجعي لي بقى، هنرجع تاني زي الاول. فيرجعها، فتلاقي العين جايه من جوه، يبقى العين دي كانت ايزو، جايه من بره يبقى كانت ايه؟ اكزو، نازله من فوق يبقى كانت هايبر، طالعه من تحت، وهكذا. اذا لما تشيل ايدك من العين، لو سمحت بص على العين اللي كانت اندر كفر، شوفها ثابته ولا جايه من مكان. طيب بصوا التست اهو، هعمل الهرش برج الاول، وبعدين من غير ما اكمل، من غير ما يتكلم الدكتور معايا هيلاقيني على طول. هقول له اللايت اوف تورش انسايد ذا سنتر اوف ذا بيبل فور فار اند نير. اذا هي هاز نو مانيفست. شوف هنقولها ازاي؟ كده انا حد فاهم بقول ايه؟ هو على طول بعد ما اقول له الجمله دي اروح عامل الكفر ان كفر. ليه؟ عشان اقول له اذا كان بقى فيه ليتنت ولا لا. طيب بص معايا، بص على اخر الصفحه كده، بص على النور. احسن ناس في الدنيا هم اللي عندهم ليتنت سكون. عندي ليتنت عربي، عندي ليتنت نفس النقطه. محمد حاجه اصلا شفت ايه؟ اوريدي محمد ده الفل، عنده نفس الليتنت بتاعي على فكره. هيفتح هو نسبة كبيرة من النورمال بوبيليشن، قلت لكم الكلام ده عندهم ايه؟ ما يطلعش عندهم عايز؟ طيب؟ بص الكفر، خد بالك انا بكفر هنا بقى التكنيك مهم بالبالم مش صوابع. انا لاحظ رفوع زي ايدي لما زي حالاتي لما يجي يقفل انا في مسافات بين صوابع، فده المفروض النوم ما يعديش خالص اهو. انت عينك هتبص فين؟ عينك على العين اللي عندك كف. انا مركز قوي. انا هيتعب. لا لا هيتعب ايه؟ عامل مصر هجيبك عليه. حلو كويس. بص بقى تعمل ايه؟ زي ما انا هعمل في محمد. الثانيه ليفت. ليفت ايوه ليفت. طيب خدت بالك انا عملت ايه؟ على فكره عملت ده انت في الامتحان. انا مش بهزر بقى. ايه اللي انا عملته ده؟ ده اولترنيت كفر. اصل احيانا بيحصل، هو على فكره في الاول فعلا محمد قالوا شمال حركه الشمال بس كان فيها مينيمال اكزو فول، يعني جاي من بره السنه لجوه. لكن البرين احيانا بيركز، فلما تعمل كفر ان كفر ممكن يبدا مركز علشان ما يحركش العين، عشان ما تتحركش. فانتربت باينوكلر فيجن بصوره اعلى عن طريق الترنيت كفر. والترنيت كفر انت بتلخبطه اكتر، فيبطل يسيطر، او السيطره اللي كان عاملها كده بالتركيز الزياده تضيعها. فاذا لو انت عايز تاخد الفول مارك شكلك مميز قوي، هتعمل الاتي: الهاش بيرج الاول، تلاقي النور ده هو السنتر، هتنزل وتبص على حاجه بعيده حاجه ايه؟ قريبه. دن كده انت اطمنت ان ما عندوش مانفس. تبدا تعمله كفر اند كفر، مره لليمين ومره للشمال. ما لقيتش العين بتتحرك، ابدا اعمل على طول الترنيت كفر. لقيتها مش بتتحرك، ساعتها اقول النورمال ماسل بالانس، خلاص ده كده تمام. طيب لكن لو لقيت مع الكفر اند كفر العين جايه من حته، خلاص مش محتاج تعمل الترنيت بقى، ما انت شفت بالكفر اند كفر، خلاص؟ اذا الكفر اند كفر خطوه اولى، لو مفيش حركة اعمل الترنيت كفر. لكن لو هنا مع الكفر ان كفر لقيت العين الاندر كفر بتتحرك، قول له عنده ليتنت سكوير، وعلى حسب بقى انت شايفها جاي من بره ولا جاي من جوه. طيب سهل الكلام؟ فهمت ترتيب الاحداث؟ العين ان كفر مرتين زي ما عملت.
لو البيشنت عنده سكوينت يعمل الامتحان ده امتحان البيشنت وساعتها التكنيك مختلف واشرحلك الاسكيم ازاي تعرفي نوع السكوينت المنتج على بيشنت وده اللي هنعمله في قعده الكلينك يوم اذا اوعى تنسى بينك وبينه متر تقريبا
طبعا. وبعدين انت لازم نفس الليفل، مش هو قاعد وانت واقف او انا واقف وهو قاعد، لازم نفس الليفل. وبعدين عين الشمال باصه في عينه اليمين مش العكس. وبعدين تبدا تيجي من كل الاربع اتجاهات من نص المسافه، يعني ما تخليش محايد، خليك محايد يعني ما تخليش ناحيتك انت او ناحيته هو، لا خليك في النص على قد ما تقدر. طبعا ده بني رف تيست طبعا، لكن يديك فكره اذا كان في كونتراكشن ولا لا. طيب سهل التست، حد عنده مشكله في التست؟ هتقول لا، هتقول الفيلد بتاع البيشن اسمعي، يعني انت هتقول زي ايه؟ انت كل انت بتتكلم في الفيلد بتاعك. طيب بص معايا بقى، عندي كمان تست هاو تو اسيس الاي بي بي ديجيتال. بعدين يا جماعه الصوت خلاص عشان نخلص بقى ونمشي. ازاي نقيس ضغط العين بطريقه ديجيتال؟ ده تست على فكره بيطلب الى حد ما، يعني في ناس منكم هيتسالوا عليه. وبعدين في الحقيقه ما اعتقدش هتبقي مش شايفاه. لا على الاسف انا مش لا الا خلي حد تاني يقرا. اصل انت خلي بالك لو انت حطيت في ان كونسيدريشن ان مكان القلم لازم يكون في النص بينك وبينه، يعني ما تكتبليش القلم لو هنا انت مش شايفاه، لان هو كده انت مش في النص، انت كده عندك انت بتضايق نفسك، انت حاطه ناحيتك انت. اه ده حقيقي. انا عايزك تحطي هنا، فمدى ايدك النورمال هتشوفيه في كل الاحوال. طب انا كده بدات ايه؟ ايوه، هو انت المفروض النورمال انك تشوفي مدى ايدك، فلو هو شايف زيك يبقى هو نورمال، لو ما شافش هتقربي. طيب الا اذا كان مارفان سندروم بقى في قصه ثانيه. طيب نعم، ما ممكن اسمع السؤال يا جماعه، بليز انتوا اللي طولوا الموضوع على الفاضي، يعني الموضوع ممكن ياخد من ربع ساعه على فكره، بس احنا السايد توكس دي اللي طول الموضوع على الفاضي بجد. علينا هقول بقى كاتبهم فوق. بصي في ايه؟ لايف بروجكشن بروتوزس، هم الاربع تيست دول فاضلين، وفي الحقيقه اهمهم الاي او بي اللي هبدا بيه دلوقتي. الانتر اوبلا بريشر ضغط العين، لو طلبت منك تاسيس ده او تاسيس الاي او بي ضغط العين، عندي طريقه ديجيتال. بص معايا الطريقه بقى، فاكر ضغط العين بالديجيتال ميثود في الارض؟ طبعا دي طريقه فيري راس ومحتاجه اكسبيرينس عنيفه جدا. المهم تعمل التكنيك كويس، وعشان تقدر تحكم بالديجيتال ميثود انت كدكتور عيون اذا كان الضغط لوكينج يعني لوكس ان هو نورمال ولا اباب نورمال ولا بلو نورمال، دي محتاجه يعني عدد حالات كتير قوي. طيب ايه الفكره؟ الفكره انك بتتعامل مع العين كانه سيست، كانها سيست مليان ميه. عارفين يا جماعه لو انا عندي سيست كده في ليفل اوف ووتر، واحد تاني كده كميه الميه اللي فيها اقل، وواحد تالت كده مليان على اخره. طبعا اعلى ضغط فين؟ واقل ضغط هنا. عارفين احنا بنعمل فلكتويشن ازاي؟ بدوس بصباع واحس بصباع التاني، ده اسمه فلكتويشن اوف سيستم. يعني هدوس كده واحس بالحركه انتقلت لصباعي ده. انت لما تدوس على اي حاجه الاستيك الاوتر وول بتاعها بيطبق، فتبدا تزق الفلويد ده كده، فالفلويد يخبط ورا لان السيستم مقفول، يرجع يزق كده فتلاقي صباعك ده اتحرك. فانت بتحس حاجتين الحقيقه لو انت بتفكر صح، بتحس المقاومه اللي انت بتحسها، يعني احساس البريشر هنا وانت بتزق، بتزق على حاجه الكونسيستنس بتاعتها عامل ازاي، حاجه طريه قوي تحت ايدك ولا حاجه ناشفه قوي ولا حاجه في النص. وبعدين الاهم انت بتحس الحركه انتقلت لصباعك الثاني بعد قد ايه من الدوسه دي، يعني هل بتدوس دوسه معينه الحركه بتنتقل؟ طب ايه رايك هنا لما تيجي تدوس هنا، انت اولا وانت بتزق المقاومه ضعيفه ولا زياده؟ طيب عمال تزق حاجه طريه قوي، وبعدين محتاج تزق الدوسه طويله جدا، تقعد وقت طويل على ما دي تطبق قوي توصل لغايه الفلويد ليفل وتزقه على ما يطلع، انت بيعدي وقت طويل ما بين الدوسه دي والاحساس ده. فاذا بتدوس على حاجه طريه والحركه بتنتقل بعد عامل زمن طويل، تعرف على طول ان الضغط قليل او الفلويد قليل. لكن هنا لما تيجي تزق مبدئيا هتحس بمقاومه، لا لا ده الاوتر وول تنس، وبعدين الحركة بتنتقل بسرعة جدا، تك تك على طول، ايه ده صباعي ده اتحرك بسرعة، لأن الكيس ده مليان مية على آخره. إذا هي دي الفكرة، الفكرة العين بتاعتي فيها فلويد، فواضح إن أنا هزق بصباع وأحس بصباع. بس هنا مش أي دوسة وخلاص وأي صباع وخلاص، لازم في تكنيك بقى، وتكنيك لازم تبقى فاهمه كويس. أولاً أول خطوة
You have to ask the patient to look down. يبص لتحت. لو انت لقيتك في الامتحان بتقول عيان بص لتحت راح عامل كده وبدات تدوس يبقى انت اتحرك. لانه عمل كده عامل كونتراكشن في اي عضله. وبالتالي سيادتك عمال تحس في المصل مش في ضغط العين اصلا. ولو لقيتك بتحط صوابعك وبتزق على طول وهو فاتح عينه كده. يبقى سيادتك عمال تدوس على جزء في الايليد عامل زي الغضروف زي الكارتج اسمه تارسس. انت لازم تخلي عيني لوك داون عشان الشكل اللي هو عامل زي حرف دي ده اللي هو التارسس اللي موجود جوه الايليد لما تبص لتحت يتفرد فاقدر احط صوابعي فوقيه. اذا انا طول ما انا بدوس كده على طول وانا بص فاتح عينيا انت بتدوس على الطف الاستكشر الناشف يعني اللي اسمه تارسس. فانا عايزه يبص لتحت ليه؟ عشان صوابعي تبقى اباف ذا ابر ايدج اوف تارسس. ساعتها انت كده فوق السكلير على طول. هتستعمل اي صوابع التو انديسز ويا ريت يكونوا بطريقه بيربنديكولر يعني واحد كده وواحد كده. شايفين ازاي؟ واحد كده وواحد كده. هتدوس بواحد وتحس بالتاني. اي صباع اللي هزق بيه لو انا بفحص عيني الشمال او عين البيشنت الشمال هدوس بده لازم واحس بده. ايه ده؟ يعني الاوتر فينجر هو اللي هيدوس والانر وان هو اللي بيبرسيف يعني بيحس. ليه مش العكس؟ اوعى تعمل العكس عشان الاناتومي ده. بصوا الميديال وول ستريت اللاترال وول اوبليك. فلو سيادتك دوست بالانر فينجر العين عندها مساحه كبيره قوي الكره دي ممكن تجري في الاتجاه ده عندها من الفراغ. فلما تزق بده هتلاقي في حركه طبعا انتقلت ده. بس قول لي بقى دي حركه الفلويدز اللي هنا ولا حركه الكره كلها؟ لكن لما تعمل العكس تدوس بده يبقى العين مزنوقه اجانست مين؟ الميديال وول. وبالتالي مش هتتحرك. يبقى اي حركه تنتقل لصباعك الداخلي ده هي الدفنت لحركه السوائل اللي جوه العين. فانت كده بتقيم ضغط العين مظبوط. اذا عندي كام تيب؟ نمبر 1 let the patient look down تحت كده. لما يبص لتحت حط صوابعك تحت الاي براوز على طول يعني اعلى نقطه تقدر عليها عشان تبقى فوق الابر ايدج اوف. شايف سامعيني فين؟ وبعدين ابدا ادوس بالاوتر فينجر اوعى تنسى وتحس بايه؟ من انر وان. بصوا معايا هعمل مره من هنا ومره من هنا. بص تحت الحمراء او بص لتحت حلو قوي. بص صباعي فين؟ تحت الاي براو على طول ده اللي هدوس بيه. بص التاني حاطه ازاي؟ واحد هيزق كده والتاني بص ازاي بيربنديكولر اهو. طيب وتعيده تاني بقى. بص تحت الناس اللي هنا شايفين؟ اهو وحط ده ازاي بيربنديكولر. طيب طبعا كده هتقول لي بليز بعد ما تعمل التست ده بالتحديد قول لي هو حضرتك مش عارف هو شكله نورمال كلمه متواضع ما تقوليش نورمال. نورمال دي عشان اقدر اقولها انا بالفم مليان قعدنا كتير جدا. فبليز ما تجيش الامتحان ده وتقول لي نورمال. قول لي انا حاسه نورمال. قول لي انا مش عارف يعني عرف انك انت عرقان بتكلم جد مش بهزر والله. طيب بص معايا بقى لازم احكي لكم على قصه بني ادم انا خدت عهد على نفسي لازم اسريح له كل حته. ده بني ادم كان تحفه وللاسف بني ادم ده كان ابن استاذ احنا صغيرين عرفنا المعلومه دي اكبر جراحين في مصر مش هقول اسمه طبعا الاستاذ الدكتور ده ولكن استاف القص العيني ومش هقول اسمه وراجل فعلا جينيوس لكن ابنه طالع جينيوس بس بطريقه ثانيه خالص. الراجل ده ما عداش على اسم الربط اصلا. فداخل الامتحان بدايه الامتحان طبعا الكلينيكال اول جزء في الامتحان كان اليست الساين وكان اللي بيمتحن اليست الساين دكتور احمد عبد العظيم ده فهد خالد الخوي مش عارف تعرفوه ولا لا كده ناس فهد خالد الخوي دخلوه دكتور احمد عبد العظيم. ده فظيع يا احمد العظيم. المهم ده انسان فيري فيري ديسنت ما بيطلعش منه العيبه ابدا احمد هادي جدا. الولد ده دخل قال له وريني هاو تو ايس تو ميجر الاي او بي. عمل حاجه ان اكسبكتد لدرجه ان احمد عبد العظيم هو هادي لا بينفعل ولا بيزعل قوي ولا بيضحك قوي. احمد عبد العظيم لقيناه لاول مره بيضحك بطريقه هستيريه وبيندح علينا كلنا تعالوا ولم الاسم كله صم كله ليه وقال له عيد التست زي ما عملته تاني وفضل الواد خلاص مش عايز يعمله تاني بقى قال له هتعمله مش هتنتج الا ما تعمله وعمله. بعد ما عمله
كان ساعتها رئيس الاقسام الدكتور محمود بكير ده مسير كبير، قال له انت هتبقى الطالب الوحيد اللي دخلت امتحان راوند دخل اول لجنه وما كملش، اتفضل اطلع. ما كملش معاك لا داتا شو ولا بيشنت ولا اولى. عمل ايه بقى؟ عشان كده دايما ما اعرفش دي بتنجي، انت لو ما تعرفش ما تفتيش. بص عمل ايه؟ قال له ايه الضغط العيني؟ التكنيك الصحيح لقياس النظر لازم ابدا من على الشرط عشان دول علامات، ولما ما تشوفش العلامه الكبيره ابدا اعمل لك كاونتنج فينجرز من على مسافات متفاوته. المفروض تبقى قاعد بينك وبين دول علامات 6 متر، فلما تشوفش علامه كبيره خالص يعني نظرك اقل من 6 على 60 ابدا انا اقرب منك متر. دول كام؟ يبقى ده كاونتنج فينجرز 5 اوفر 60. طيب لو ما شافش يبقى اقرب متر، يبقى 4 على 60 3 على 60 لغايه لما اوصل متر. ما شافش على بعد متر ابدا اقرب 7 سنتيمتر 50 اخرك 30. لو ما شافش ابدا اعمل لك ايه؟ فما ينفعش وانا بعلمك التكنيك صح. المفروض ده كل اللي بنعمله من اول ما بدانا النهارده، وده نوع الامتحان. اجي اقول لك هاو تو اسس الفيجن الاقيك تروح مغمض وتغطي عينك الشمال كيف ايدك احسن وتبدا كده. ما هو انت كده بدات غلط، ده التكنيك غلط. طيب انا كده الامتحان فقط قيمته عادي، لكن يعني المفترض لو انت بتاسس فيجن في امتحان زي ده تبدا من على بعد متر. العيان بيشوف ترجع متر في متر لغايه لما توصل لغايه نص الطرقه، انتوا عارفين السرايا قدام بعضها، لغايه لما اوصل للنص كده واقول له يو كان سي بيتر ذان 3 اوفر 60 نيد شارت. يعني كمل بقى، هو بيشوف احسن من كده، انت مش هتسيبه بقى تروح لحته ثانيه. فانت بقيت 3 متر ده اقصى مسافه، تقول له تي نيد تو بي ميجرد اون شارت. اذا ده لو كان بيشوف، لو ما شافش على بعد متر ابدا اقرب 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 لغايه ما اوصل 30 سنتي. ما شافش ابدا اعمل له هاند موشن تيست. كويس؟ في حاجه بتتحرك ولا لا؟ لو قال لي اه في حاجه بتتحرك لما تقف قول لي. قال لي وقفت يبقى هي كان سيها موفمنت. لو ما شافش ابدا اعمل له حاجه اسمها بيرسبشن اوف لايت. لو قال لي مش شايف خيال ايد ابدا اقول له كده نور ولا ضلمه. لو قال لي نور اقول له طب لما النور يمشي قول لي. قال لي اه مشي كده يبقى هو هي كان سي بي ال يعني بيرسبشن اوف لايت. لكن لو ما شافش يبقى نو بي ال. فاذا ده المفروض ترتيب قياس النظر. في الحقيقه ده ما ينفعش اساله لك، لكن اللي ينفع اساله لك في الحقيقه في الامتحان اللايت بروجكشن. بس اسالك سؤال الاول، هو مين اللي سيادتك هتعمل له اللايت بروجكشن تيست؟ لازم يكون الفيجن هام موفمنت او بيرسبشن اوف لايت. يعني ما ينفعش لا يجوز اعمل اللايت بروجكشن تيست لبني ادم بيشوف كاونتنج فينجرز فيما فوق. فاذا الانديكيتد تعمل له لايت بروجكشن اصلا البني ادم اللي الفيجن بتاعه هام موفمنت او بي ال. ازاي اعمل لايت بروجكشن؟ مبدئيا اللايت بروجكشن تيست ده تيست فور ذا ريتنا بريفري. بص معايا بقى، طالما تيست فور ذا ريتنا بريفري بتطلب البيشنت يلوك دايركتلي فورورد، قول ما تحركش عينك. كل اللي مطلوب من حضرتك انك تشاور لي على مكان النور. بص معايا التيست بيتعمل ازاي. طيب اكد بس انه كفرنج عينه كويس، وبعدين تبدا تثرو ذا لايت على بعد 50 سم تقريبا زي انا ومحمد كده. النور جاي منين؟ إيه؟ حلو؟ بص انا هعمل تكنيك غلط بالمره يلا. لا لا بس انت عرفت جاي منين اصلا؟ ايوه هو عدى قدامي. عشان عديت قدامي. المفروض ما نعديش قدام السنترال فيجن خالص. امال اعمل ايه؟ بصوا جاي منين؟ إيه؟ حلو قوي. جاي منين؟ إيه؟ تمام؟ خدت بالكم انا عملت ايه؟ بص معايا بقى، الحاجه اللي بتنقطنا غير انك انت تعدي قدام السنترال فيجن، بص التكنيك الغلط التاني. ما
تفهمش اللي بيعمل التست ده بيفكر في ايه؟ منين نقول؟ والله بيحصل ده. انت تعمل ده اوعى تكلمني على اللايف بروجكشن وتقول لي جود بروجكشن، قول لي انه بيسمع كويس قوي، انت عملت تكتيك وكلمني. ها يا جماعه لو كورس زي ده خد بالك انا كنت منوره طول التست لانه عارف انه عامل صوت، فلما هتيجي تقفله وتفتحه هو هيسمع الصوت. انت كده الله اعلم هو عارف مكان النور عشان سامع ولا شايف، فبليز حاجتين ما تعملهمش. لو الكورس بتاعك كده خليه منور طول التست. الحاجه الثانيه اوعى تعدي قدام السنترال فيجن، وهات النور من الاربع دايركشنز، تمبرال نيزل اب اند داون. التست ده مهم ممكن يتسال. اخر تست لو انا سالتك هاو تو اسس فور ذا، هو ايه كومنت جود بروجكشن او باد بروجكشن؟ بس انت مش هتكتبي حاجه في الامتحان ده، انا هسالك هتقولي نتيجه هتقولي ايه ده. هو يا جماعه اليست ساين ده في حد واقف فوق راسك بيشوفك وانت بتعمل هو يا نهار الساعه 3 ونص ولسه بتسالوا السؤال ده. يا نهار ابيض يا جماعه هتشيلوه ده. يا جماعه ده انا حد واقف فوق راسك بيقول لك وريني بتعمل ايه، فسيادتك هتعمل قدامي وانا بقيمك، ولو سالتك هترد عليا هتكتب فين سيادتك. ممكن واحدة ممكن اثنين على حسب، لو لقيتك بيرفكت وعجبتني في واحدة خلاص مش لازم اثنين على مستوى كويس خلاص، ممكن واحد يطول معاك. ممكن اول 10 درجات في ناس فيري بلاين، في ناس فيري بلاين. اسالك على تيست تعمله وحش قوي، بسالك على واحد تاني فيبقى احسن، اسالك على واحد تاني ادوك اديك فول مارك لازم، فدي حدود الفرور فيبقى. الدرجات كلها عشان تكون ساين مع دكتور واحد، مع دكتور واحد طبعا، واحد بس على حسب بقى الساين. طب هو لو عم شايف عن هو ميت البلد لغايه سته، ولو قال لي لا بقدر. طيب يلا اخر حاجه، ده تيست صعب قوي تتسالوه، لكن لو حصل لو قال لك هاو تو اسيس فور بروكتوزس مبدئيا كده في بوزيشن مهم قوي لازم تبقى عارفه عشان تو اسيس فور بروكتوزس. بص انا بص عليه ازاي؟ from above and behind. لو انا شايف الاي براوز مزود سيم الايز يبقى ده نورمال بوزيشن، لكن لو لقيت في عين بينهم عين منهم باينه وهو في الوضع ده، ده معناه ان العين بتاعته عدت السوبير اورتال مارجن، يبقى ده معناه انه عنده بروكتوزس. ده بوزيشن. ممكن طريقه ثانيه مور بروفيشنال بقى ان انا اقيس بمسطره. احط المسطره ازاي؟ احط المسطره على اللاترال اوربيتال مارجن كده او كده، بس طبعا كده افضل. ليه؟ علشان تبقى شايف، اصل كده انت سيادتك هتدلع نفسك، لان انت المفروض عينك تبقى هنا في الحقيقه. لما تحط المسطره كده انت عينك هنا، خد بالك؟ عايز تشوف مين؟ اكتر نقطه متقدمه في الكورنيا اوبوزيت كام ملي في المسطره؟ النورمال بوزيشن ان السنترال بارت اوف كورنيا، ذا موست سنترال بوينت اوف كورنيا، تكون اوبوزيت لرقم من 15 ل 17 ملي. اذا الرولر بتاعتك ثابته وراسيه على مين؟ على اللاترال اورتال مارجن. سيادتك عينك فين؟ هنا. هتبص على ايه؟ على الكورنيا، وتحاول تشوف بقى الايبكس الكورني اوبوزيت كام ملي. طبعا كل ما كان العين طالعه لقدام كل ما الرقم هيزيد، مش كده؟ فاذا ده تيست يعني تحطه في حساباتك احتياطي. احتمال طبعا هنا ممكن تستعمل النور طبعا افضل عشان تشوف. بص يا محمد قدامك اهو، حطيت المسطره اهو كده، انا شايفه تقريبا اراوند 15 فعلا، وبالتالي ده اللي هتقوله في الامتحان وخلاص. اذا ده البوزيشن، ده اسمه ايه؟ ده بتقيس المسافه من اللاترال اورتال مارجن لغايه الايبكس اوف كورنيا اللي هي موست انتيريور بوينت اوف كورنيا. سهل الكلام كده؟ احنا غطينا كل التست المحتمله. تورش مين ده؟ يلا جوز لك ربنا معاك. دكتور المحاضرة الجاية ناخد ايه؟ المحاضرة الجاية ناخد ايه؟ يا ربي ساعتين ونص.